الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم متواصل على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أيها السادة المشاهدين الكرام من هنا من مسجد المحسن الشهيد في أرض فدك الصغرى، نقدم مرة أخرى برنامج جمع التبرعات لتسديد فاتورتي قناتي صوت العترة وفدك. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة الأخ جمال السلمان ليساعدنا أيضا وليحثكم على التبرع لهذين القناتين. أخي جمال السلمان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم، والعن أعداءهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين، آمين. كما تفضل أخي فائز، نحن في هذه الحلقة قررنا لإلغاء جميع البرامج في هذا الوقت التي اعتدتم أن تظهر في هذا الوقت مثل هذا اليوم، وذلك لمزاحمة هذه الفاتورة. للأسف البرامج التي من المفترض أن تكون مفيدة للناس وتعم الفائدة على من هم مخدوعين من المخالفين بالدين النسخة الأرضية لأبي بكر وعمر عليهم لعائن الله، ولكن للأسف دائما ما تزاحمنا هذه الفاتورة، فنضطر لإلغاء هذه البرامج القيمة التي تفيد الآخرين. فنتمنى على الأخوة المساهمة معنا لإنهاء هذه الفاتورة التي يعني تزاحمنا في كل شهر. في البداية أنا أقرأ شوية هذه التبرعات اللي جتنا إن شاء الله، على أساس ننزل هذه الفاتورة إن شاء الله من الأخوة المحسنين الذين تفضلوا. حيدر التميمي 65 باوند، صباح التميمي 5 باوند، محمد اللواتي 50 باوند، أم مصطفى 1000 باوند، مهدي اليوسف 130 باوند، أحمد محسن 15 باوند، حسين الموسوي 100 باوند، فاعل خير 70 باوند، المجموع طبعا 1435 باوند إذا ينزلهم المخرج من الفاتورة. تفضل أخي إبراهيم. نعم، إحنا الآن الفاتورة لدينا 16270 باوند، بعد راح يخصم الأخ المخرج 1400 باوند إن شاء الله راح تقل، ولكن نأمل في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة الجمعة، ليلة قبول الطاعات، ليلة زيارة أبا عبد الله الحسين التي يستحب فيها كثيرا، في هذه الليلة المباركة نأمل من الإخوة الكرام الذين الآن يشاهدوننا في كل مكان في العالم أن يحث بعضهم بعضا على التبرع من أجل تسديد هذه الفاتورة التي يعني تبطئ من سير العمل، ويعني ربما قناتنا هي القناة الوحيدة التي لديها برامج لحث الناس للتبرع. أنا أتمنى من الإخوة الكرام الذين يشاهدون الآن في كل مكان في العالم في هذه الليلة المباركة بنية مثلا زيارة أبا عبد الله الحسين، بالأخص في هذه الليلة مثلا أهاليتنا وأخوتنا في العراق تجد المحافظات كلهم يتجهون لزيارة مقام أبي عبد الله الحسين وأخيه أبي الفضل العباس، يذهبون إلى هناك ويؤدون الزيارة والتحية لسبط رسول الله أبا عبد الله الحسين سلام الله عليه. وهناك طبعا إن شاء الله إخوتي الكرام كل من يتبرع سوف يسجل اسمه، لدينا الكثيرين من يذهبون لزيارة أبا عبد الله الحسين ويسجلون أسماء هؤلاء الذين يتبرعون إلينا في هذه الليلة المباركة. وهناك لدينا إخوة في المدينة المنورة، وأيضا إخوة يذهبون لزيارة مقام أمير المؤمنين أو الكاظمين عليهما السلام، وحتى هناك من يصل إلى سامراء، وهؤلاء يشاهدوننا ويدعون لكل من يساعد ويشارك في تسديد هذه الفاتورة. فأخوتي الكرام، الله الله بهذه القناة، الله الله بمن يشارك في هداية الناس، الله الله بمن يساعد في استمرارية هذه القناة، هذه القناة التي هي
القناة الوحيدة التي نشاهد فيها هذا الكم الهائل من الناس الذين يعلنون تشيعهم. يعني في الحلقة الماضية كان عندنا 3 أو 4 أخويا جمال، ما أتذكراني، ثلاثة أشخاص نعم تشيعوا، والحلقة التي قبلها أيضا لا نعرف، يعني صار عندنا لربما هذا في الأشهر الأخيرة لا أظن أقل من 2 أو 3 تشيعوا في يوم واحد، ما أصور يعني وصلنا لأقل من هالرقم، بل في السنة الأخيرة. نعم في السنة الأخيرة، في السنة الأخيرة يعني يكاد لا يظهر الشيخ الحبيب في برنامج بث مباشر ويفتح فيه للمتشيعين ومن يريدون إعلان تشيعهم إلا ونجد 3 4 6 7 يعني على حسب في كل حلقة ومدى استيعابها. نعم. ولا لو فتحنا المجال لكان أكثر طبعا، ولو فتحنا المجال في كل برنامج إعلان تشيع لوجدت من يعلن تشيعه. نعم طبعا أنا أحب أن أبلغ السادة المشاهدين الكرام وطبعا معتذرا من الإخوة الذين يريدون أن يعلنون تشيعهم، يعني أتذكر أثناء البث المباشر في نهاية الحلقة اتصل بي شخص وقال لي أريد أن أعلن تشيعي أنا أيضا من مكة المكرمة، وقت البرنامج ما يسمح، يعني تخيلوا يعني في يوم واحد 4 أشخاص، وهناك الكثيرين في بعض الحين نحن نضطر إلى تأجيل إعلان تشيعهم لأنه وقت البرنامج ما يسمح، ونريد نفسح المجال للذين يريدون أن يطرحوا أسئلتهم من أجل الهداية. وتصل لنا هناك أخبار كثيرة من أناس أيضا يعلنون تشيعهم ولكن في الخفاء نظرا لظروفهم، نظرا لوضعهم الأسري أو وضعهم المجتمعي، فهم إن أعلنوا تشيعهم على الملأ سوف يتعرضون لأذى ولاضطهاد كبير. إن شاء الله في المستقبل القريب لربما سوف تكون لدينا لو يعني تضاعفت قوتنا وازدادت قوتنا إن شاء الله في الله عز وجل وفي أهل بيته، إن شاء الله سوف يكون يعني هناك لدينا ساعات فقط لإعلان التشيع إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله. نعم أخي، أنا أريد يعني أقول حق أخواني المشاهدين والمحسنين منهم الذين يتسابقون في الخيرات، يعني كم باقي عندنا 14840 باوند، هذه 14840 باوند احنا نسميها باسم أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، وهذه راية أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، أبو الغيرة صاحب الجود والكرم أبي الفضل العباس. فهذه 14840 باوند بإذن الله هي باسم أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، فمن أراد منكم أن تقضى حاجته من عند أبي الفضل العباس صلوات الله عليه فليسارع بقضاء هذه الفاتورة التي هي باسمه وتحت رايته، فنعقد له بإذن الله تعالى في راية أبي الفضل العباس صلوات الله عليه لقضاء حاجته. نعم تفضل. نعم فأخوتنا المشاهدين الكرام بارك الله بكم، الله في هذه القناة التي هي مدرسة، وطبعا صحيح بالفعل هناك مدارس مثلا مجانية مثل المدرسة الابتدائية في دولنا، مثلا هناك مدارس مجانية، ولكن المدارس الكفوءة والمدارس المتميزة هي يعني يجب أن يدفع شيئا من المال من أجلها. لدينا اتصال من سيد عادل من واسط. سلام عليكم سيد عادل. سلام عليكم سيد عادل، اسمعني من الهاتف بارك الله بك، لا تسمعني من التلفزيون. نعم تفضل. اهلا وسهلا، شلون صحتك؟ الله يخليك تفضل. شلونك علي تفضل، شلون صحتك؟ اهلا وسهلا خوي، اسمعني من التليفون بس رحم الله والديك. سمعك واضح، انا سمعك. نعم تفضل. اتفضل شلون صحتك اخبارك؟ خوي احنا صدل شلونك، وارجوك اسمعني من التليفون بس، لا تسمعني من التلفزيون ابدا. لا تسمع من التلفزيون، ادري بك تسمعني بس لا تسمع من التلفزيون، بارك الله بك سيدنا تفضل. صحيح صحيح. نعم. قلت بالنسبة على التبرعات بناء في محافظة واسط، عندنا ما عندنا يكون هنا مكتب، واحنا نتصرف واسط يبعد عن القداس تقريبا 200 كيلو. ثقات يعني مثل هذه الأرقام قداس مال أبو حيدر أبو حسين أو عندهم واحد ثقة هناك بيكون هنا. يقدر يطيل هو يكتب لأنها تعرف ساحتنا واحد المتابعين للقناة. نعم.
شلون يعني هاي الطريقه اخوي؟ نعم. سيدنا الكريم، شوف انت اتصل باي واحد من وكلائنا في اي محافظه من محافظات العراق الموجودين عندنا، مثلا في النجف او في بغداد، اتصلوا بهم وهم راح يقولوا لكم شلون راح توصل مبالغكم لهم. ممكن يبعثون رصيد لهم ايضا. نعم نعم. سيد موجود معنا؟ إيه، ممكن تبعثون رصيد وممكن إلى وكلائنا اللي موجودين، وممكن تخابرون عليهم، هم يعلمونكم شلون الطريقة تتبرعون توصلون لهم المبالغ. نعم. نعم نعم، خابروا عليهم هم يعلمونكم الطريقة. ان شاء الله عندي مبلغ عندكم، ان شاء الله يكفي القناه، ان شاء الله ارسلهم، ان شاء الله. نعم، ان شاء الله عليك. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. ان شاء الله مخرج بعد نزل ارقام الوكلاء في العراق المعتمدين. الرايه في الشيخ العباس، عندنا واي حاجات في العلاوي والساعه، نعقد لك الرايه حبيبي باذن الله ببركه ابي الفضل العباس ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله تقضى حاجتك يا اخي. ان شاء الله الله يسر. الله يفرج عنك إن شاء الله. شكرا جزيلا، بارك الله بك. طبعا هذه أرقام هواتفنا، أرقام هواتف وكلاءنا اللي شاهدوها أسفل الشاشة إخوتنا المشاهدين الكرام. عندنا طرق تبرعات كثيرة، أنا طبعا من كثر ما ذكرتهن في الحلقات الماضية حفظناهن. يعني عندنا وكلاء وكيل في سويسرا، عندنا رقم حساب بنكي، عندنا في النرويج حساب بنكي، عندنا في ألمانيا وكيل، عندنا في هولندا وكيل، عندنا في السويد وكيل، عندنا في كل مكان في العالم وكيل. ما عليكم إخوتي الكرام إلا الاتصال بنا أو اتصال بأحد وكلاءنا. هذه أرقام الهواتف اللي شاهدوها إخوتي الكرام. فبارك الله بكم، بارك الله بكم يا شيعة العالم، يا رافضة يا رافضة السقيفة، يا من قبلتم محمد صلى الله عليه وآله والأطهار صلوات الله عليهم ورفضتم مؤامرة السقيفة ومؤامرة أبي بكر وعمر لعنهم الله. فبارك الله بكم إخوتي الكرام، عجلوا بتسديد هذه الفاتورة معنا كي تستمر هذه القناة. القناة تستمر مثل ما قلت لكم، هذه مدرسة ومدرسة متميزة تسعى لهداية الناس. وطوبى لمن تبرع في هذه الأيام وتشيع في هذه الأيام شخص أيضا، يعني هذا كمن شارك في تشيعه وشارك في إعلان تشيعه، نشكره وهنيئا له. هذا الذي يتبرع، الإخوة الأخوات الذين دائما تجدهم ينفقون من أموالهم، وهم بعض الأحيان مثل ما عندهم فلوس، أمورهم مادية ضعيفة، بس مع ذلك يتبرع. أنا ذكرت ذيك مرة أخوي جمال سلمان، ما أدري إذا تذكرون، بأنه أحد وكلاءنا ينقلني في سفرتي الأخيرة العراق، قال لي بأنه يعني تخيل جاءت امرأة وقالت أنا أريد أن أتبرع، عندي مبلغ بسيط 15,000 دينار وهذه كروتي أريد أرجع بيها. قلت لها زين، هذه أنا تأخذيها هاي كروتك مو مشكلة، أنا أتبرع نيابة عنك. قالت لا، هي هاي الفلوس أريد. قلت لها زين، أنت شلون راح ترجعين؟ قالت ما عليك بي، أنا شلون راح أرجع، بس أنا راح أدبر حالي وأرجع، أنا مو مشكلة. لو مثلا زوجة أحد وكلانا أبو حيدر تبرع مبلغ غسالة، تبرعت به شالتها، قالت ما أريد غسالة جديدة، تبرع بهذا المبلغ للقناة. بارك الله. لو مثلا عندنا نماذج كثيرة رافضية، واحد من الأخوة اتصل قال أنا ما عندي مبلغ بس عندي قونيتين طحين. القونية شو يسموها؟ شولي شوال يعني. شوال إيه، شوال إحنا بالعراق نسميها قونية. جونية، خيشة، شوال، أسامي نعم. عديدة تعدت نعم. الأسماء والقونية وحدة. فعندي يقول قونيتين طحين راح أشيل، أنا أبيعهن وذني أتبرعهن لكم. شوف يعني النفسية والإيثار اللي عندهم. طبعا هذا يقتدي بالإمام الحسن سلام الله عليه. الإمام الحسن المجتبى سبط رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الرجل خرج من ماله حسب ما أتصور 3 مرات، يعني فلوسه كلها انشالهن الطاهن للفقراء، 3 مرات أعطى أمواله كلها للفقراء وخرج، طلع رجع يعني من الصفر، بدأ يعمل ويشتغل ويكدح وجمع ومرت الأخة، خرج من أمواله ومرة ناصف أمواله.
يعني مثلا عنده 4 ثواب، بيتين اثنين ثوبين للفقراء وثوبين يبقيهن اليه. بعض الامور كان ما ممكن يقسم النص، مثلا عنده سجاده، لو فرضنا سجاده واحده، هذا شلون يقصها نصين؟ ما يصير. كان يعطيها للفقير، يقول هذه ما لا تقطع على نصفينها، تعطى للفقير، ونصف اموالها اعطاها للفقراء. فهؤلاء الذين مثلا تجدهم مثلا يعطي مثلا اجرته او يا دوب، مثلا هذا ابو مريم قبل ايام يذكر لي ايضا، يقول هناك بعض الطلاب عندهم مصروفهم الجامعي، هذا مثلا من اهله يعطوه فلوس حتى يروح مصرف، هذا يقول هذا يجمع 1000 و2000 و5000 دينار، هو واصدقاء جمعيه يلمون مبلغ مثلا بسيط 25000 دينار، ويشيلوها يتبرعون بها للقناة. شوف هذا عند الله هذه كم هي كبيرة، كبيرة. هذا فكر وقال شلون أنا راح أشتغل، وشلون ما أقدر أشتغل، أنا طالب جامعي الآن، بس أنا أدرس وأتعلم وإن شاء الله غدا أو بعد غد أصير أستاذ أو أصير دكتور أو أصير طبيب رافضي أو أصير بروفيسور رافضي. وش قد جميل، يعني ما أجمل هذا الأمر أن يكون لدينا مثلا صانعي قرار وأساتذة جامعات وأطباء على مستوى ومحاميين وقضاة ورجال قانون ورجال دولة رافضة، كلهم على هذا النهج الرافضي، وبدأوا كبداية صغيرة ومن ثم صاروا من الكبار الناس وعظمة القوم. طبعا احنا وصلنا إلى فاصل الأذان والصلاح حسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، بعد الأذان سنرجع إليكم إن شاء الله، إلى ذلك الحين انتظرونا. الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد، تقبل الله طاعتنا وطاعتكم، وأسأل الله أن يتقبل صلاة وصيام وعبادات كل المؤمنين في كل مكان في العالم. رجعنا إليكم مرة أخرى أيها السادة المشاهدين الكرام، أيضا للحث على تسديد هذه الفاتورة. أخوتي الكرام بارك الله بكم، لم يبقى من مبلغ إلا 14840 باوند، مبلغ بسيط، مبلغ جدا زهيد، بإمكان الأخوة الكرام الذين الآن يشاهدونا في كل مكان في العالم يا ريت يعني يشاركونا وأيضا يتعاونوا معنا في تسديد هذه الفاتورة. إحنا أخوة الكرام أريد يعني أريد أقول مسألة، بأنه المبلغ 14000 باوند، هذا المبلغ معظم الناس لربما يتخيلونه صعبا على فرد واحد أن يعطونه، ولكن احنا عندنا مثل بالعراق يقول لك القوم اللي تعاونت ما ذلت، فإذا تعاونوا الإخوة فيما بينهم لكان الوضع وضع آخر. يعني احنا كنا سددنا هالفاتورة من زمان، يعني كل شخص مثلا الآن في العراق عندنا الكثير من المشاهدين الباون الواحد 2000 دينار تقريبا أو أقل، قول 2000 دينار الآن، 2000 دينار لو كل عراقي الآن متبرع عراقي تبرع بمبلغ 2000 دينار، عندنا الآن راح نسدد الفاتورة زيادة. الباوند كم دينار بحرين يصير أخي جمال؟ ما يعني تقريبا أقل من دينار، ها أقل من دينار. نعم. فأخوتنا الكرام بإمكانهم مثلا مجموعة مثلا بالبحرين 200 نفر 300 نفر يتبرعون سوية، مثلا كل واحد دينار بحريني واحد أيضا تسدد الفاتورة، أو مثلا ريال حجازي أيضا مثلا واحد، وصور 400 ريال يصير 100 باوند، يعني 4 ريالات، مثلا كل شخص مثلا ريال أو ريالين يتبرعون هم يصير مثلا مبلغ أيضا كبير. الأخ المخرج الآن بعث لي برسالة على الفيسبوك، المشاهد من الذي بعثه لي أخونا المخرج محمد جواد، يقول طريقة التبرع من العراق هي اتصال المتبرع أينما يكن في العراق بالأخ عدو عمر أبو حيدر البطل وإعطاء رقم هاتفه، ثم الأخ عدو عمر يرشد المتبرع إلى أي صراف بدوره يعني يروح وين يوصل، والأخ عدو عمر لديه صراف في الكاظمين عليهما السلام، فيكون التحويل بين الصرافين، أي صراف المتبرع وصراف عدو عمر، يعني هذا صراف اللي يتبرع
وصراف عاد عمر هم متفقين بيناتهم، ما عاد تبع ال 50,000 دينار 20,000 دينار، هل مبالغ اكثر اقل هم يعرفون. الصرافين موجودين بكل مكان بالعراق، و هاي الطريقة كلش سهلة، هاي الطريقة كلش سهلة، تروح يا بيت تتصل بعد عمر، يا السلام عليكم شلونك عيني أبو حيدر. أبو حيدر هو إنسان طبعا قمة بالطيبة، هو أبو حسين وكلانا كلهم يعني ناس طيبين وخلوقين ومؤدبين، تتصل بهم سلام عليكم. طبعا ويتعرضون للإذاء كثير وذولوا وكلانا، والله يعني جازاهم الله وبارك الله بهم، يعني بالفعل يتعرضون لإذاء كثير، وإن شاء الله في ميزان حسناتهم هذا. طبعا كل هذا الإذاء في أهل البيت صلوات الله عليهم في ميزان حسنات، تتصلون به وتقولوا له. طبعا الإذاء في أهل البيت أنا شفت من الناس كثيرين، يعني أتذكر أنطوان الروسي مرة سألته قلت له هل أذيت في أهل البيت بعد أن تشيعت؟ فقال لي أنا ما أذيت في أهل البيت ولكني أذيت في عمر. قلت له شلون أذيت؟ قال مرة في إحدى أمام إحدى المساجد البكرية في روسيا، فجاني شخص قال لي شو رايك ابو عمر؟ يقول انا ظليت بين نارين، يا اما اعمل بالتقيه ويقول لي انت كذاب او اقول له الصراحه واحتمال ياذيني، فاختاريت الصراحه. فقلت لا احنا نقول عمر كافر. قالت تقول عمر كافر؟ قلت لي احنا نقول عمر كافر بناء على الروايات التاليه. فيقول صار مضارب وضربني وضربته انتهت المساله، بس ما وصلت للقتل. المهم يعني بين الحقيقه، فهو أوذي في عمر وأخونا عد عمر أوذي في أهل البيت. أسأل الله أن تكون في ميزان حسناته. أيضا أخونا أبو حسين وكيلنا في الكاظمية أيضا أوذي كثيرا في هذا النهج، ووكيلنا في كربلاء أبو حيدر، ووكيلنا أبو حسين في النجف، أو لا وكلاءنا أوذوا في سبيل هذا النهج، ولكنهم يتحملون. ولكن تدرون أخوتي المشاهدين يعني متواجدين في العراق بالذات، تدري إذا تتصل وتبعث تبرع للأخوة هؤلاء وكلانا المتواجدين في محافظات العراقية كم هم يفرحون. يعني مثلا يتصل بهم شخص مثلا يأذيهم أو يجرحهم بالكلام أو ربما يعني يتعرضون بعض التهديدات، فأنت تتصل بتقول أنا عندي تبرع، تدري يعني هذا صرع الدعيد وفرحة ومسرة في قلبه. فبارك الله بكم، هذا تدخلون يعني كم شخص تدخلون سره في قلبي. أول شخص تدخلون سره في قلبي هو الإمام المهدي صلوات الله عليه، أول شخص. طبعا أخوي فايز هذا الإيذاء طبعا هو اختبار وامتحان لهم في البداية، هم أنفسهم الوكلاء، ومن يصبر على الأذى في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم له جزاء عظيم وكبير. طبعا عندنا الأخت فاطمة من هولندا تتبرع بمبلغ 50 يورو وتطلب عقد الراية لمريضة في الجزائر، وأيضا تسجيل اسمها واسم ليلى للزيارة، إذا تسجل أساميهم للزيارة أنا إن شاء الله أعقد لها الراية. نسأل الله بحق أبي الفضل العباس عند الله وقدره وشأنه عند الله أن يشافي أو يلتمس الشفاء لهذه الأخت المريضة بإذن الله تعالى، نحن نعقد لها الراية. عطفا على كلامك أخي فايز من قبل أن نخرج في فاصل الأذان أن هذه مدرسة، فعلا قد أثبت يعني الوقت أن هذه القناة وهذا النهج الرافضي الأصيل قد علم الكثيرين، وأصبح يعني باب وطريق لهداية الناس، وأيضا ليس فقط المخالفين وأيضا هداية الشيعة. فقد أحدث ضجة حتى في العالم الشيعي الداخلي، ليس فقط في العالم البكري، ومما أدى إلى ترك التقية المغلوطة. واليوم فقط حتى أنا تفاجأت ببعض المعممين وخطباء المنابر، ويعني إحدى هذه المفاجآت بالأمس فقط يعني بعث لي مقطع، باتوا اليوم الخطيب المنبري هو يدعو ب
البراءة من أبي بكر وعمر، وعندما يصلون على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد يصلونها بالطريقة التي اعتدنا أن نصليها في مسجد المحسن الشهيد أو في هذا النهج الرافض الأصير بإتباع الصلاة على محمد وآل محمد وبعجل فرجهم ولعن أعدائهم والتركيز على لعن أعدائهم والبراءة منهم. فأصبح هذا النهج أو هذا الخط فعلا أو هذه القناتين المباركتين فعلا مدرسة للمخالفين وأيضا إلى الشيعة مما علمتهم الدين القويم وكيف ينطلقون في هذا النهج وكيف يعلنون البراءة وكيف يبدون مظلومية الزهراء صلوات الله وسلامه عليهم. فكل عام وكل استشهاد للزهراء، حيث أننا توجد لدينا ما يقارب 3 روايات لاستشهاد الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وفي كل إقامة لهذه المراسم نجد هناك تجرؤ أكثر سواء على صعيد الخطابة المنبرية أو سواء على صعيد الجمهور الجموع الذين هم يتواجدون أو حتى الرواديد، نجد منهم أنهم يتجرؤون ويكسرون هذا الحاجز وهذه التقية المغلوطة التي جثمت على صدور الشيعة منذ يعني ما يقارب يعني 40 سنة تقريبا من الأفكار المغلوطة التي بثت داخل التشيع وقد صححها هذا المنهج الرافضي الأصيل. فنرجو على الأخوة أن يساهموا ويسارعوا لإبقاء هذا الصوت، هذا الصوت فيه الأمل بإذن الله تعالى، لأن يخلق كما قال أخي فائز جيلا جديد، جيلا يعني يكون فيه الهمة والعزم من أن يكون هناك عندنا مثل ما قال بروفيسور رافضي وبإذن الله يعني دكاترة على مستوى رافضيين حقيقيين أصل يعني لا تشوبهم شوائب، لأن هؤلاء أصحاب المراتب العلمية هم من يستطيعون يعني إيصال هذا صوت الحق بطريق علمي وبشكل علمي، ويتقبله الغربيين ويتقبله الملحدين والكفار وما إلى ذلك، فيساعدون أيضا في نشر هذا المنهج الرافضي. فلا تبخلوا، وكما قلنا هذه يعني 14800 باقية هي باسم أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، أبي الغيرة، فمن ذا الذي يمتلك الغيرة ويمتلك حبا لأبي الفضل العباس فيتبرع باسمه؟ هذه 14800 الباقية هي باسم أبي الفضل العباس صلوات الله عليه وتحت رايته، هذه الراية الشريفة التي سوف تعقد لكم بإذن الله تعالى لقضاء حوائجكم. نعم، هناك بعض الإخوة أرسلوا تبرعات عن طريق وكيلنا أبو حسين في الكاظمية، استلم مبلغ 50,000 دينار من باسل السوداني و100,000 من باسن إبي زين، صحيح هذا الاسم أخي المخرج؟ باسن أبو زين عفوا، أو باسم أبو زين، أخاف هذا كاتب خطأ تبنون. نعم، 20,000 دينار من فارس أبو حسين، و10,000 من أميد كمال، و5,000 من سلام العنزي، و5,000 من خيري المحاول المداوي. طبعا احنا نعتذر، نعم احنا نعتذر اذا صار خطأ بلفظ الاسماء، نعتذر يعني لأنه بعضها أثناء الكتابة أو شيء آخر أو أثناء اتصال ما نسمع الصوت عدل، فنعتذر إذا صار خطأ بالأسماء. ولكن هذا المبلغ صار ما كم خلنا نحسبهن، ذني 40, 50, 210, 215,000 دينار ذني. نعم، وصلنا مبلغ من طه اللواتي 30 باوند. نشكركم جزيل الشكر، بارك الله بكم كلكم أخوتي الكرام. طبعا أخوتنا احنا في هذا هذه المدرسه، مدرسه الرفض، في هذه القناه، قناه صوت العتره وقناه فدك، هذين القناتين المباركتين، ما الذي يتعلم منه الناس؟ طبعا احنا يسموننا باننا متطرفي الشيعة، صحيح لو لا اخويا جمال؟ احنا مو يسمونا متطرفين الشيعة، ف متطرفين الشيعة هذا الذي لدينا احنا،
ما الذي يقدمه تطرفه الشيعة؟ نعم يثلبون برموز القوم وينتقدونهم، ولربما في بعض الأحيان يكون الانتقاد لاذعا وقاسيا، ولكن متطرفو الشيعة ما الذي يفعلونه وما الذي يحصلون من هذا الشيء؟ هم هدفهم الأول والأخير هداية الناس إلى نور أهل البيت. متطرفو البكريين ما الذي عندهم؟ كما شفنا قبل أيام، قتل، ذبح، تدمير، حرق، قتل عوائل. طبعا هذا مثلا الجريمة البشعة اللي صارت من هذا حرق الطيار الأردني، هي ليش نالت الصدى الواسع؟ لأن صوره تصوير احترافي، وكان طريقة هوليودية، وتصوير دراماتيكي، يعني شلون هذا يعني صور بأنه هذه مأساة ارتكبوها هؤلاء الطيارين بحق تنظيم داعش الإرهابي وقتلوا إلى آخره، وهم يقومون بعقوبة هذا الرجل وإحراقه حيا. طبعا قبل سنوات في العراق كانت هذه المجازر تحدث، وكانوا يحرقون الكثير من الناس. طبعا هذا أمر الحرق ليس بجديد، يعني أنا قبل سنوات أتذكر هناك كان فيديو يتداول من حرق أناس كانوا يعني أبرياء، ثلاثة أو أربعة رجال قاموا ووضعوا عليهم بنزين ورموهم أو النفط ورموهم في حفرة مليئة بالأعواد المحترقة وحرقوهم هناك وهم أحياء. أيضا يعني هناك جرائم بشعة، يعني على ما أذكر بأن هناك أيضا حدثت جريمة يندأ لها جبين بشري على يد هؤلاء أتباع أبو بكر وعمر. ما الذي فعلوا هؤلاء؟ هؤلاء قاموا، أخي المخرج هذا التلفزيون راح ينطف إذا تسوي له إشارة، هؤلاء قاموا بامرأة كانت متزوجة ورجل وزوجها قتل، وفي بعد الأحداث هي كانت في منطقة بكرية غالبيتها بكرية في طبعا في العراق. وما الذي جرى؟ قامت بتوزيع طعام لأبا عبد الله الحسين على الجيران، فقاموا باختطاف ابنها عمره 3 سنوات، عمره 3 سنوات، حتى موجود على اليوتيوب المقطع وكل الناس شافته. اختطفوه وبعد أيام رجعوا لها صينية موجود عليها رز وطماطة وبصل وبوتيتو وهذه الأمور، فجاءوا تاع الرز ومكتوب عليه خلي الحسين يفيدكم، مكتوب على هذه الصينية، فهي فتحتها شافت ابنها مشوي مخليه بداخل الرز. هذا التطرف البكري. طبعا قتلوا وشووا وحرقوا الكثير، بس هذا نال صدى لأنه ليس بشيعي، الشيعي مجرد رقم، والبكريين هؤلاء سووا ضجة. المهم احنا عندنا الانسان انسان ايا كان، ان كان دينه ديانه بكريه او يهوديه حتى. او يهوديه او نصرانيه او بوذيه، او حتى وان كان ملحدا، الانسان انسان. قال امير المؤمنين سلام الله عليه ما مضمون كلامه، الانسان نوعان، يعني سما ذكر الحديث لم يكن اخ لك في الدين فهو نظير لك في الخلق. احسنت، اما اخ لك في الدين أخوك في الإسلام أو نظير لك في الخلق في الإنسانية، فكيف تفعل هكذا؟ يعني تقوم بإحراق ناس وبشر. هذا منين تعلموه؟ هذا تعلموه منين؟ من أكو قناة شيعية تذكر هذا الكلام؟ شخص واحد ذكره باستحياء، وهذا المصري إبراهيم عيسى، هذا الأمر فعله أبو بكر حينما حرق الفجاءة. وأيضا ما الذي فعله أبو بكر؟ قام أرسل رسالة إلى خالد لعنة الله عليه وقال اذهب وحرق قبيلة بني سليم، وذهب وبالفعل قاتلهم ومسك البقية وقام وأحرقهم أحياء، أحرقهم أحياء وحضر لهم الحضائر وأحرقهم أحياء. وأيضا يروون هم عن أبو هريرة، تصور، لا عن مالك بن أنس، بأنه قال بأن النبي صلى الله عليه وآله أراد عقوبة أفراد، فقام وسمل عيونهم يعني بالحديد الحار واقتلع عيونهم وجعلهم يموتون، يعني يموتون بالعذاب، يعني ما قتلهم مثلا قطع رؤوسهم بالسيف إلى آخره، ما هذا الشيء. وهناك زاد عليهم ابن أثير والطبري بأنه قام بإحراقهم. يعني هذه هي السنة التي ورثوها هؤلاء من مالك بن أنس، من أبو بكر، من عمر، هذه ورثوها وقاموا بإحراق الناس. يعني لماذا تجرأوا وقاموا بحرق الخيام على أهل البيت صلوات الله عليهم في يوم عاشوراء على ذوي أبا عبد الله الحسين، والتقفت النيران أذياء الأثواب بنات النبي صلى الله عليه وآله؟ تجرؤوا بسبب أبو بكر. هذا نهج أبو بكر وعمر وعثمان ومالك بن أنس وعائشة لعنة الله عليهم أجمعين، هؤلاء قوم مجرمون. فهذا يجي الفرد البكري يقرأ
طبعا هم يتفاخرون ايضا. خلي اذكر لك هو لما قتلوه كتبوا قال ابن تيميه يقولون رحمه الله لعنه الله على ابن تيميه: فاما اذا كان في التمثيل الشائع دعاء لهم الى الايمان او زجر لهم عن العدوان فانه هنا من اقامه الحدود والجهاد المشروع. يعني اذا واحد يمثل بالجثث والنبي نهى عن التمثيل حتى بالكلب العقور، هذا النبي وصى به، نهى عن المثله، قال ابدا لا تمثلون، ابدا لا يجوز المثله بالميت او القتل بصوب بشيء. وحتى هم يذكرون فان قتلتم فاحسنوا القتله، هذا الحديث هسه ما اعرف مدى صحته، يقولون هكذا. تخيل شوف هذا ابن تيمية يناقض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التطرف البكري. التطرف الشيعي شنو عنده؟ التطرف الشيعي عنده هدايه للناس، وتشوفوا الناس يهتدون. فطوبى للمتطرفين الشيعة الذين كانوا ولا زالوا وسيبقون يتبرعون لهذه القناه من اجل نشر التطرف الشيعي. شوفوا عندنا التطرف الشيعي شنو من شيء، صحيح ولا أخي جمال؟ نعم طبعا احنا في صدد هدم هذا الباطل بإذن الله تعالى إن شاء يعني الله. احنا شنو نعمل، شنو وظيفتنا؟ الوظيفة الأساسية لهذا المنهج ومنهج سماحة الشيخ الحبيب وأطلاق هذه القناة هو هدم هذا المنهج الباطل الذي شوه رسول الله وشوه الإسلام عند الغربيين. طيب بس مسألة أخوي، طبعا الآن في الدول الإسلامية الإلحاد بازدياد مضطرد، يعني الإلحاد يكثر ويكثر ويكثر. ليش؟ لأنه الفرد البكري حينما يشاهد هذا الدين البشع ويقرأ في الكتب عن نجاسة عائشة ونجاسة أبو بكر ونجاسة عمر ومدى قذارتهم وإجرامهم وعن الصورة الوحشية التي صوروها عن النبي صلى الله عليه وآله، هذا يعني يترك طبعا الدين. هذا وإحنا أكبر مثال على هذا أن بعد إطلاق هذه القناة كم من الملحدين المسلمين الذين ألحدوا ورجعوا أسلموا من جديد على يد سماحة الشيخ الحبيب ودخلوا في التشيع من جديد، لأنهم عرفوا دينا غير الذي عرفوه. يعني عرفوا دينا، لا والله هناك دين يوجد لأهل بيت النبي الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم، لا توجد به هذه الشائنات، لا يوجد به هذا الإجرام، لا يوجد به هذه التجاوزات الشرعية، لا يوجد به الاستخفاف برسول الله صلى الله عليه وسلم وإظهاره بصورة بشعة وصورة غير حسنة وما إلى ذلك. فلذلك تجد بإذن الله تعالى في هذه القناة تصحيح لإعوجاج هذه الأمة وتصحيح لنظرة الغرب للإسلام بإذن الله تعالى. سوف نغير بإذن الله تعالى وبجهود المؤمنين الذين يعينون لاستمرار هذا الصوت نظرة أولا المسلمين للإسلام لكي يعرفوا أين هو الإسلام الحق، الإسلام الذي خلفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعله للناس هدى وتقى. وأيضا سوف بعد أن نعمم هذا على المسلمين سوف يرى الغربيين مدى سماحة الإسلام ومدى هدي هذا الإسلام الذي خلفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هذا لا يكون إلا بدعمكم، إلا بجهودكم معنا. فنحن يعني ولله الحمد ولله المنة والفضل، يعني منذ انطلاقة هذه القناة هي بسواعد المؤمنين قامت وبهذه البرامج التبرعات التي أطلقت منذ انطلاقة هذه القناة المباركة، فهي اعتمدت عليكم. ولا يوجد لنا دخل أو مدخول غير هذا في الحقيقة، والكل يحاربنا سواء على مستوى حكومات ودول وعلى مستوى جامعات إسلامية أو منظمات إسلامية من البكريين، وأيضا على مستوى الدول الشيعية تحاربنا وللأسف. نعم نحن بحمد الله نسير على نهجنا، والتشيع يزداد وينتشر يوما بعد يوم أكثر فأكثر، الحمد لله والشكر. هذا طبعا كله بفضل الله عز وجل.
وبفضل أياديكم بيضاء أنتم إخوتي الكرام الذين كنتم ولا زلتم تتبرعون إلى القناة، قناة فدك وصوت العترة. والحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر، القناة مستمرة وسوف تبقى وتستمر. احنا نرجو من الأخوة فقط يسارعوا في تسديد هذه الفاتورة. طبعا إخوتنا الكرام احنا كنت أتمنى يعني شوية نصور المسجد ونصور وضعنا ونصور معاناتنا ونصور التسهيلات اللي وصلت لنا بعد ما طلبنا من الأخوة المشاهدين الكرام مساعدتنا. مثلا قبل أشهر في بداية الشتاء كانوا الأخوة يعني في استقبال التليفون المصري كانوا يطلعون برا لأن الإرسال كان ضعيف، يطلعون برا ويستقبلون التليفون المصري. فالحمد لله والشكر بعد ما طلبنا من المشاهدين الكرام بأنه يساعدونا في شراء جهاز من أجل أن يكون يعني البث، كان أيضا صعوبة بي والصوت غير واضح، مشاكل كثيرة. فالحمد لله أشكر الأخوة لبوا فاشترينا هذا الجهاز وخليناه جو. الآن الحمد لله أشكر صار أسهل، الآن الجو البرد في بريطانيا صار برد يعني فظيع، يعني درجات بين الأربعة وبين دون تحت الصفر، فبرد فظيع يعني. لو الحمد لله أشكر لو كان لو كنا يعني نمضي على السيرة السابقة بأنه واحد يطلع برا ويستقبل اتصالات كان يعني يجمد هذا برا بسبب البرد. الحمد لله أشكر جبنا هذا الجهاز الآن وخليناه ونستقبل اتصالات. جهاز أيضا تقوية الإرسال جبنا هنا لأننا المسجد صار في مكان منخفض بعض الشيء، فالإرسال بعض الأحيان ما يوصل إلى الشبكة، ضعيفة هنا. فاشترينا جهاز تقوية الإرسال واشترينا هذا الجهاز الذي يستقبل اتصالات المصرية، والحمد لله والشكر حتى الفاتورة صارت المصرية أقل عندنا، الحمد لله والشكر. أيضا حينما طلبنا من السادة مشاهدين كرام شراء مثلا هذن الميموري ولو ما اشترينا يعني كثير، اشترينا قليلات، بس الحمد لله والشكر أيضا اشترينا من ذني الأجهزة واشترينا كمبيوترات جديدة، يعني كمبيوترين جديدين بعثوه إلينا بعض الإخوة المتبرعين من الولايات المتحدة الأمريكية. سخاف يقولنا دعم أمريكا عندكم حتى احنا ذول الإخوة الذين يشاهدوننا ويتابعون القناة بعثونا جهازين تبرع، مشكورين. جهازين كمبيوتر من أجل أن تحسن أداء الصورة، ويكون يعني احنا كان عندنا أحد الكمبيوترات قلت لكم كان الأخ اللي يشتغل بالمونتاج قال هذا الكمبيوتر بدأ يعني يطلع أصوات عالية جدا بسبب قدمه وأيضا بطيء ومشاكل كثيرة. الحمد لله شكر بدأت تتحسن هذه، هاي الحمد لله شكر فضل تبرعاتكم يعني الأخوة المشاهدين الكرام الذين نحسكم كأنكم جالسون معنا. يعني احنا لما الأخوة المشاهدين يشوفونا احنا قاعدين نتكلم ونتحاور كأننا احنا قاعدين وياهم، فاحنا كل نشرح معاناتنا نعم. لكم ونشرح وضعيتنا، والحمد لله والشكر. احنا مثلا طلبنا قبل اشهر بانه يا بنريد كرفان، احنا نريد كرفان خارج المسجد حتى البرامج تصير خارج المسجد، لان تصير مزاحمه بعض الاحيان بين البرامج في المسجد والبرامج ايضا التي تقام داخل المسجد، تصير مزاحمه. حضور الاخوه ايضا يعني الحضور الذين يأتون في أوقات بث مباشر ويصير صوت ويصير صحيح يعني مثلا واحد مزاحمة اللي عندي يقرأ دعاء نعم. إلى آخره من هذه الأمور نعم مزاحمة تصير صحيح. فهذا اللي كنا واستجاب الأخ. يعني إحنا نبغي نأكد يعني لتعلموا إحنا ما ألغينا اليوم برامج ألغينا مثل برنامجي أنا المعتاد في هذا الوقت، وألغينا برنامج الإنجليزي وراء المفروض برنامج باللغة الإنجليزية، لأن إلا في يعني حالة حرجة، إحنا فعلا في حالة حرجة مع هذه الفاتورة، هذا الشهر جدا تأخرت الفاتورة. زين فنتمنى يعني فعلا في هذا البث أن تخلص هذه 14,670 تقريبا اللي باقية. يعني نتمنى على الأخوة المحسنين أنهم يسارعون الآن معنا في وقت هذا البث. يعني نتمنى قبل كان في يجي واحد من المؤمنين ويدفع كلها مثلا يعني صحيح بالأربعتاشر حين صارت حين ما صارت تصير عندنا. يعني وين هاي الأخوة المؤمنين؟ يعني في ميزان حسناتكم إن شاء الله، وهذا شيء للآخرة. يعني هذا الصوت يعني أحد الأخوة راد أن يتبرع من كم من يوم وراسلني على تليفوني الخاص أنه يبغي يصير متبرع منتظم بإذن الله تعالى، يتبرع أحد الأخوة من الخطيف.
تبرع بإذن الله تعالى وأوصل أول تبرع، وكان جدا فرحان أنه أوصل تبرع، وراح يكون إن شاء الله متبرع منتظم. فبوراها صار الحلقة هذه اللي فاتت يوم الثلاثاء والمتشيعين، فأنا أرسلت المتشيعين الذين تشيعوا وقلت لي هذه أول ثمرة أنت قطفتها من وراء هذا التبرع. يعني هذا المتشيع الآن الذي تشيع كل ما يفعل من واجبات ومستحبات نفس الحسنات اللي يحصلها تحصلها أنت. ثم إذا شيع هذا الأخ إخوته أو بنوه أو أصحابه أو أقربائه أيضا نفس الشيء، هذا الثواب المتشيع بفضل هذا المتشيع عن طريقك أيضا تحصل عليه أنت. ولو هذا المتشيع تزوج وأنجب أولاد شيعة وأحفاد وإلى ما لا نهاية، هذا يصبح أمة وأنت في قبرك بعد سنوات، ولكن هذه الحسنات مستمرة وباقية. فهذه أفضل الصدقات، إيصال صوت الحق. إن كنت لا تستطيع أن تشيع لك أو تهدي إنسانا، وكلنا نعلم أن من علامات آخر الزمان لظهور سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان اللهم عجل فرجه الشريف كثرة التشيع، هذه إحدى العلامات. فنحن لا فقط مثل هؤلاء الأخوة الذين ينتظرون هذه العلامات أو يعني فقط يقرؤون وإذا أصبحت علامة أو صارت علامة يهرعون ويكتبون الكلام والمقالات وهذه كذا وقال لا، نحن نصطنع هذه العلامة. يعني نجد ما هي العلامة التي توجب الظهور؟ تشيع الأخوة. نعمل على هذا، كيف نشيع الأخوة، كيف نجعل التشيع يزداد في هذا العصر لكي نعجل بظهور سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان اللهم عجل فرجه الشريف. يعني هذه أفضل مصداق لهذه الوظيفة. فإن كنت يا أخي الرافضي لا تستطيع أنت أن تشيع لك شخصا أو تهدي لك إنسانا، فساهم معنا فيحسب لك بإذن الله تعالى كما يحسب لنا كما يحسب لسماحة الشيخ الحبيب هذا الأجر والثواب، وتشارك فيه ويكون لك الفضل والأسبقية في ذلك. فيعني خصوصا الأخوة الذين ابتدأوا مع انطلاقة هذه القناة وما زالوا مستمرين بالتبرع لأنهم لمسوا هذه البركة ولمسوها. يعني أنا شخصيا يعني لمست هذه البركة قبل أن آتي إلى هذه القناة المباركة، لمست هذه البركة من وراء دعم هذا الصوت المبارك إلى أن وفقني الله وأصبحت في النهاية أحد أعضاء هذه الهيئة المباركة. وكنت أعتبر نفسي مذ كنت هناك قبل أن آتي إلى هذه الديار أني من أحد أعضاء هذه الهيئة وأنتسب لها، وكل شرف وأزداد فخرا بهذا الانتساب. ودائما كان يقول سماحة الشيخ الحبيب أن يعني أنتم كلكم يعني المتبرعين المساعدين المساهمين أنتم كلكم من هيئة خدام المهدي بإذن الله تعالى، تكونون خدمة للإمام المهدي اللهم أجل فرجه الشريف وسهل مخرجه بهذا التبرع وبهذه وبإطلاق صوت الحق بإذن الله تعالى. فأعينونا، هناك الكثير الكثير مما نستطيع أن نقدمه، الكثير الكثير من البرامج مما تستطيع أن نزيد في هداية الناس. إن كان اليوم يعني نظهر في برنامجين في الأسبوع لسماحة الشيخ الحبيب ونستقبل فيه للمتشيعين، لو أعنتمونا لجعلنا هذه البرامج أكثر لهداية الناس وبرامج أكثر لاستقبال المتشيعين. ولا رأيتم كيف يعني الناس تدخل أفواجا أفواجا بمعنى الكلمة في هذا الدين القويم بإذن الله تعالى. ولكن نطلب منكم الإعانة بإذن الله تعالى. نحن فعلا في وقت حرج الآن مع هذه الفاتورة المتبقية، نتمنى على الله أن يخرج أحد المؤمنين يسدد بعد كل هاي الفاتورة. يعني يقول خلاص هاي 14,000، يعني الأخوة من الكويت مثلا، الأخوة من الكويت يعني الله مثل ما يقولونهم بالكويتي الله مرهي عليهم،
يعني شنو عندهم هاي 14,000 باوند؟ هذه ولا شيء، هذه في سفرة يعني أو أقل من، يعني حتى سفرة يحتاجون يأخذون أكثر من هذا المبلغ، يعني حتى يعني فترة سفرة على قولتهم مثل ما يسمونها وناسة. 14 باوند 6000 دينار ولا شيء بالنسبة لهم، يعني بالنسبة للأخوة الكويتيين. وهناك يعني كثير من الأخوة الكويتيين اللي يعني متمولين، يعني أصحاب تجارة، أصحاب كذا، يعني هذه لآخرتكم، وقد فعلها قبلكم، يعني أحد الأخوة دفع سدد جميع الفاتورة، يعني أنتم أيضا خذوا هذا السبق، يعني صيروا سباقين للخيرات. نتمنى أحد من الأخوة الآن يعني يبشرنا، يعني حتى يزيل هذا الهم عنا. يعني بصراحة أنا شخصيا مفروض لأعد برنامج جديد، ما قادر أعد برنامج، يعني ما قادر أتفرغ حتى أعد البرنامج، لأن تزاحمنا هذه الأشياء، وفوق هاي تعب نفسي، يعني يكون مجرد هذه الفاتورة تبقى يكون في تعب نفسي للأخوة في الهيئة، ما يقدرون يشتغلون بشكل صحيح، ما يقدرون ينتجون، ما يقدرون يعطون، لأن هذه تثقل كاهلنا هذه الفاتورة، مهددين بكل فترة بالإغلاق، يعني فهذا الشيء يتعبنا نفسيا. تقول أنا أروح أتعب وأحضر ويعني وأسوي وبعدين فجأة يجيك خبر يكدرك، يخليك يكسر عزومك، يعني يخليك ما تقدر تعطي، ما تقدر تتقدم. لو كنت مثلا قادر أنك تعطي 80% تصير تعطي 30% 40%، لأن في أمور ثانية تضغط عليك وتزاحمك. فنتمنى على الأخوة أنهم يساعدوننا بإذن الله تعالى. أحد الأخوة المتمولين الآن، أحد الأخوة اللي الله مرهي عليهم، يعني يساهم في أنه يخلص هذه الفاتورة بإذن الله تعالى لهذا الشهر، لأنه فعلا إحنا الآن في وقت جدا حرج، جدا حرج. يعني هذا المبلغ 14,000 باوند مو شيء كبير بالنسبة لهم، لكن بالنسبة لنا إحنا جدا يعني يثقل كاهلنا. نعم أخي فارس. أخي جمال، أحسنت وجدت، بارك الله بيك. أنا طبعا حينما ذكرت بأنه التبرع لهذه القناة صدقة جارية، الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاثة خصال، يعني كل رجل أو كل إنسان بعدما يموت لا يتبعه إلا ثلاثة أمور، ثلاث صفات. الأولى صدقة أجرها في حياته فهي تجري بعد موته، الصدقة جارية أجرها في حياتي تجري بعد موته. أنا التبرع لهذه القناة ترى صدقة جارية، ليش؟ لأن شخص يتبرع تعتبر شخص عفوا يتشيع، هذا يعتبر صدقة جارية، يعني بالفعل هذا أنت أنقذته من نار تلظى، أنقذته من نار جحيم، هذا صدقة جارية، أنت أعطيت مرة واحدة هذا التشيع انتهى بعد، يعني مثل ما بنيت مسجد، هذا بالعكس ثواب أكثر من بناء مسجد. ويقول وسنة هدى سنها بعد موته، سنة هدى، مو سنة الحرق مثل دولة جماعة داعش، ولا سنة قتل، سنة هدى، هذه يقولها الإمام الصادق. ثلاث شغلات، الأولى صدقة جارية، الثانية سنة هدى، هذه مدة ستن سنة هدى، بأنه تتطي فلوس حتى الناس تتشيع، هذه سنة هدى، هذه أخي الكريم أختي الكريمة. ويقول وولد صالح يستغفر له، عنده ابن مؤمن يستغفر له، الابن مهما يكون يعني ما راح يظلها طول عمره يستغفر له، وحتى لو جد يطول الابن يصير عمره 80 سنة 90 سنة 100 سنة في النهاية يموت، ولكن المتشيع هذا وأولاده وأحفاده وأحفاد أحفاده ذولا كلهم راح يصلون ويصومون وأعمالهم الحسنة كلهم تروح إلى هؤلاء. يعني تخيلوا مثلا هؤلاء الأشخاص الذين يتشيعون، يعني إحنا أني وجمال السلمان وغيرنا، نحن كلنا أصولنا متشيعين، يعني إحنا مثلا أنا جدي أو جد جدي ما أعرف ياهو من أجدادي اللي تشيع، فهذا ثوابه يرجع لمن للي شيعه، واللي شيعه ثوابه يرجع لمن مثلا هذاك أيضا، يعني لربما آبائه عن أحفاده شيعوا أيضا وإلى آخره. فهؤلاء يعني يصل إلى هؤلاء الثلاثة الذي ذكرهم، لم يبقى من الشيعة إلا ثلاث، الإمام زين العابدين وجابر الأنصاري والكابولي،
ما أذكر اسمه للأسف الشديد. المهم الكابولي، هؤلاء الثلاثة، أبو خالد الكابولي، نعم، بقي هؤلاء الثلاثة شيعة. هؤلاء نحن المتشيعون، كلنا تشيعنا بسبب هؤلاء، هؤلاء الذين شيعوا الناس ووصلوهم إلى نور أهل البيت صلوات الله عليهم، وهؤلاء الآن ثواباتهم وأجورهم على الله في مكان الأولياء إن شاء الله، وإحنا نريدكم توصلهم في هذا المكان إن شاء الله في الجنة في أعلى عليين. هذا بعد يعني تشوف في ميزان حسناتك توصل لك حسنات. يعني أنا أذكر قصة، هذه معروفة هذه القصة، يذكر أحد الخطباء على المنبر يقول كان هناك شخص رأى في عالم الرؤية، رأى شخص آخر، هذا إنسان متدين طيب كل أعماله خير وإنسان متمول كان، فشافه في قبره قاعد بجنة وحديقة وقدامه أكل وشرب وقاعد مرتاح متونس، قاعد يسولف فيه، قال شلون؟ قال والله الحمد لله شكرا مرتاح أنا في الجنة، في هذا المكان في قبري، يعني هي القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، فهذا كان قبره روضة من رياض الجنة. فكان جالس في قبره ومرتاح وجالس، وقال له طيب أنت أعمالك؟ قال له والله الحمد لله شكر، هذا في من خير أعمالي صار هذا الشيء عندي. فأثناء الكلام معه فجاءت نحلة، وهو همتين أخرج لسانه، وهذه جاءت النحلة ولدغته في لسانه، فظل يتألم ويلوج. قال له ليش هاي النحلة تلدغك؟ قال له هاي يومية أنا هذه المشكلة عندي. قال له ليش؟ قال له أنا هذا بسبب زوجتي كنت يعني دائما أدلعها باسم معين، فهذه لما كبرتنا قالت لي لا تدلعني قدام نسابتي وشنايني، إحنا نقول بالعراقي كنا يعني الكنة بالفصحى، أو زوجة الابن أو زوج البنت نسيب نسميه الصهر، فلد لأني قدام، فيقول أنا ما كنت أدير بالك، كنت أحبها من كثر محبتي لها كنت أدلع بهذا الاسم. فهي كل مرة تقول ما أقبل أنا أدلعني بهذا الاسم، أنا كبرت ما يصير شو أسوي، ما يدير بال، فهذه النحلة تلدغني بهذا السبب. فقل لها إذا قعدت من النوم قل لها زوجتي خل ترضى عني. فهذا بالفعل راح لزوجته وقال لها هذا يعني هذه القضية كذا وكذا، قالت صدق بالفعل كان يأذيني بهذا الفعل، بس أنا يلا هذا حتى ما يتعذب في قبره أنا أبرئه الذمة، فبرأته الذمة هذا ارتاح في قبره. المهم، وطبعا لو كان زوجته ما برأت الذمة لربما هذا كان يبقى يتعذب إلى يوم القيامة. تخيل أنت الآن في قبرك، لا مو يوصل لك عذاب ولا يوصل لك إثم، لا بالعكس يوصل لك عمل صالح، صدقة جارية. تشوف في قبرك أنت جالس ويأتيك مثلا صحن فواكه من فواكه الجنة، كيف أتاني هذا؟ أعمالي؟ لا مو أعمالك، أعمال منه؟ أنت أعطيت مبلغ بسيط، دينار دينارين، مبلغ بسيط أنطيت لقناة صوت العترة، قناة محتاجة إلى تبرعاتكم، وتشيع شخص، وهذا المتشيع شيع أمم، هذا المتشيع مثل حسن شحاتة بسبب استشهاده تشيعت أمم. المهم تشيع شخص هذا، فأنت بسببك هذا المتشيع ثوابات، وهذا كل ثواب ذولا راحوا للحج وذولا حصلوا أجر عظيم، أنت شريكة في هذا الأجر. تفضل هذه سلة فواكه من الجنة قدمت لك، وفي الجنة يبنون في قصورك الآن، ويوم القيامة تتخيل أنت تجلس في يوم القيامة، هناك رواية تقول بأنه كل الناس في عذاب وخوف، ما مضمون الرواية، كل الناس في عذاب وخوف وهلع في يوم القيامة ما عدا شيعتنا، قاعدين هم فاتحين مائدة وجالسين يأكلون على الطعام في يوم القيامة، والناس محشار وتبكي وأهوال المحشار، وناس يرمون في قعر جهنم، وناس تخشى متذبذبة بين هذا وذاك. فأنت ليش تصير متذبذب على ساعة تشوفون يا أبو علي يا أبو أحمد يا أبو حسين يا أبو حسن تعال تفضل هذا هنا أنا مجلسك، يا أم علي يا أم فاطمة يا أم حسن تعال تفضل هنا أنا هذا مجلسك، أقعد يأكلي لحد ما ذول يكملون، بعدين يجي سراكم أنتوا يحاسبوكم إن شاء الله، تطبون للجنة أصلا بغير حساب إن شاء الله تدخلون، وتجون أنتوا كلكم يا أخوة الكرام الرافضة اللي تشاهدون الآن وتشوفون في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة، تشاهدون تشوفون أنتوا مجالسكم مجالس حلوة، والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يسقيكم من يده من ماء الكوثر ويدخلكم الجنة، وتلتقطكم الزهراء سلام الله عليه كما يلتقط
الطير الحب الردي من الحب الجيد، عفوا الحب الجيد من الحب الردي، كما يلتقط الطير حب الجيد من حب الردي وتلتقطكم تدخلكم الجنة، وبس تدخلون الجنة تكونون شفيعين أنتم للناس، تلتفت التبراك يا أبو علي يا أبو أحمد يا أبو حسين يا أم علي يا أم فاطمة، كلكم أنتم قاعدين تلتفتون براكم وتقول إحنا نريد ندخل يعني ناس الجنة، وتدخلون أقاربكم وأصدقائكم وأصحابكم وتحبوهم كلهم تدخلون الجنة، اللي بقية الناس تتحسر بقية الناس ينظرون الله هنيئا لهم، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، هكذا تقول الآية القرآنية. أنتم تشفعون للناس وتدخلهم للجنة، ليش؟ بسبب صدقة بسيطة، مبلغ بسيط اتبرعت به إلى قناة صوت العترة وتشيعت بسبب هذا المبلغ أمم. بارك الله بكم أخوتي الكرام، بارك الله بكم، سارعوا وعجلوا في إرسال تبرعاتكم لهذه القناة حتى تستمر هذه القناة ونستمر بهدايتنا. هذا التطرف الشيعي ده شوفوا شلون ده ايش ده يسوي، ده يهدي الناس الى نور اهل البيت، وهم شو يقولون؟ لكن شفت هذا احد الطغاة الذين لعنهم الله في الدنيا والآخرة، يقول ايه انا اشوف شيعي تستفز مشاعري، وهذا لربما انا اقدر الزم نفسي بس الاخرين ما اقدر اضبطهم، ربما يقتلون. عجيب يعني، شوف شيعي يعني مشاعرك هيك مرهفة إلى هذه الدرجة، مرهفة اللي يعني تتأذى ومثل ما نقول إحنا بالعراقي تتكزبر مشاعر هذا الأخ، تتكزبر وتنجرح، يشوف له شيعي يقوم يقتل. هذا الفكر البكري، قتل وإرهاب، بدل ما يقعد يابا تعالوا سلام عليكم انتوا ليش شيعتوا؟ لان شفنا ابو بكر لعنه الله عليه قام باحراق الناس، وهذه اصلا انسانيه غير مقبوله، احنا شيعنا تبعنا علي بن ابي طالب، يلا عندك حجه تفضل، ما عندك حجه يلا روح الله وياك. لا هم بس بالارهاب، سوف نمشط المدينه مصر، شلون هذا قال القذافي بيت بيت زنقه زنقه دار دار، هذا هم قالها الزغبي، قال سوف نمشط مشر مدينه مدينه قريه قريه وسوف ندخل دار دار. هذا ما أبونا، هذا لعنة الله عليه الزغبي، الزغبي راح نفتش مصر وسوف نخرجهم وسوف نعلقهم بين السماء والأرض. يا عم والله هذا غير هذا يجوز هو زوجته متشيع الآن أو ابنه متشيع الآن هو ما يعرف. وصلت لي تبرعات، نعم، محمد بنون 5 باون ويطلب عقد الرأي، بارك الله بك أخي محمد بنون، هذه الرأي نعقدها. وأيضا عندنا السلام عليكم، سلامي للشيخ الحبيب حفظه الله والإخوة عبد الله خلاف وفائز وجمال ومهند العزاء، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غدا سوف أتبرع بمبلغ 100 يورو عن طريق الأخ أبو علي في بلجيكا، أرجو من الأخ جمال عقد الراية. هذه نعقد لك الراية. أيضا نعم. أخي العزيز شنو اسمه؟ الاسم لحظة، اسمي يقول لقضاء الحاجة، حاجتي وشفاء ابني وائل، أخوكم عباس حنون أبو وائل من بلجيكا، نسألكم الدعاء. الله يشافي لك ابنك ان شاء الله. عقدها نيابه عن الاخ عباس حنون. سبحان الله هذه العقده انفتحت في ايدي، سبحان الله هذا ان شاء الله انحلت ان شاء الله. هذا الاخ يعني ما ادري من الذي، طبعا الاخ عبد الله الخلاف كان عاقد لاحد الاخوه، وانا دا اسحب الرايه يا سبحان الله، واذا بهذه العقده انفتحت في ايدي بدون اي شيء، فصاحب هذه الحاجه باذن الله تعالى يكون قد قضيت حاجته، وفي نفس المكان إن شاء الله أعقد شفاء الأخ عباس ابن الأخ ابن عباس اللي هو وائل، بإذن الله تعالى تقضى حاجته. نعم. أيضا السلام عليكم، ممكن تبرع مبلغ 500 كرون سويدي القناة إلى حساب رحمن شروان فدك، ونسألكم الدعاء. المرسل فوزي، بارك الله بك أخي فوزي، وإن شاء الله في ميزان حسناتك إن شاء الله، إن شاء الله الإخوة يستمرون بالتبرع، بارك الله بكم. نعم أخي سلمان تفضل. نعم، يعني أنا أتمنى صراحة هذه 14,000 تخلص في هذا البث، يعني قبل أن ننهي هذا البث المباشر نتمنى أن يكون في فرج بإذن الله تعالى. أحد الأخوة يعني المستطيعين، أحد الأخوة الذين يعني هم من أصحاب الأموال الذين من الله عليهم بأن يكونوا هذا مال الله، يعني مال الله، فلا
أتصور في خلل هناك، في خلل، أنا أتصور في خلل يعني. نعم موجود، لأن هذه القناة تعودنا أن يكون في دائما الأموال التي تجبى لها أطهر الأموال، فمن يريد أن يختبر ماله هل هو من الأموال الطاهرة، لأن هذه الأموال تأتي ليد الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، لأن باسمها انطلق هذا النهج، وباسمها ورفع مظلوميتها انطلق هذا الصوت، وباسمها أخذ هذا المكان، وباسم مظلوميتها وهو المحسن الشهيد أسس هذا المسجد، وكله للزهراء ومن الزهراء وإلى الزهراء بإذن الله تعالى، فصلوات الله وسلامه عليها. فمن يريد أن يلبي نداء الزهراء صلوات الله وسلامه عليها حين خرجت في بعد الهجوم على دارها وكسر ضلعها وأخذ أمير المؤمنين عليه السلام، وخرجت للاحتجاج في أول موقف برائي لإعلان البراءة وإظهار الحق لأبي بكر، واحتجت في وجه أبي بكر وعمر وقالت قاتلوا، فتواها الشهيرة أن قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم ونحن نعمل بهذه الفتوى وبصوت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. فمن أراد أن يعيننا فهو في الحقيقة لا يعيننا نحن، وإنما يعين الزهراء صلوات الله على أعدائها، يعين صوتها، يعلو صوتها فوق صوت هؤلاء الفاسقين والمنافقين. فبإذن الله تعالى من أراد منكم أن ينصر الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وأن لا يكون فقط هذا الشعار تحملونه يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، لا، هناك الفرصة لأن تكونوا معهم اليوم، الفرصة موجودة في هذا الصوت، لأن تكونوا في ذاك الزمان في ذاك الوقت مع الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وأن تعلوا مظلوميتها وأن تكونوا معها وتقولوا نحن معك يا سيدتي ومولاتي، نحن معك نعلي صوتك ونعلي مظلوميتك، نحن معك نعمل بإسقاط هذه الرموز الكافرة الفاسقة المنافقة كأبي بكر وعمر وعائشة عليهم لعائن الله، نحن معك نعمل بفتواك اليوم بأن نقاتل أئمة الكفر الذين لا إيمان لهم. فمن كان فعلا منكم رافضيا شيعيا محبا للزهراء صلوات الله وسلامه عليها مشايعا لها، أن يعلو صوتها، أن يجعل صوتها يدوي في العالم أجمع، ويعيننا كي بدل هذه القناتان التي نمتلكها أن نظهر ثلاث وأربع وبجميع اللغات. يعني هناك عندنا طموح أن نخرج في القريب العاجل بإذن الله تعالى، يتحقق هذا الطموح، وهذا الذي اعتد يعني تعودته من هذا النهج وهذا القناة ومن الشيخ الحبيب، أنه إذا أراد شيئا وقال أني سأصنع هذا الشيء يصنعه بإذن الله تعالى، هناك عزيمة وهناك إصرار وهناك مؤمنون بإذن الله تعالى داعمين. أول شيء يعني أطلق القناة الإنجليزية بإذن الله تعالى، قناة خاصة، قناة فدك الإنجليزية فقط باللغة الإنجليزية لهداية الغربيين. أيضا نطمح لأن نطلق قناة باللغة الأردو، نطمح بأن نطلق قناة باللغة الكردية، نطمح بأن نطلق قناة باللغة التركية، وكل هذا يعني يحتاج إلى تمويل، يحتاج إلى دعم لكي ننشر هذا الصوت، هذه المظلومية للزهراء صلوات الله وسلامه عليها بكل اللغات بكل اللهجات. طبعا عندنا بحمد الله باللغة الفرنسية الشيخ سيروس، وبإذن الله تعالى يكون مستقبلا باللغة الألمانية وباللغة الفارسية أيضا. نطمح بإذن الله تعالى أن يكون لنا قناة لنشر هذا النهج، هذا الصوت. هناك التشيع موجود فعلا، هناك قد يكون هناك قنوات شيعية بلهجات معينة، نعم، ولكن بالرتم المعتاد، يعني فقط ما هي خطابة منبرية عزاء حسيني، رتم معتاد
لا تجدد، تكاد يعني تضع تقلب القنوات فتجد فيها ماذا تقريبا لو قارنت بين برامجها تجدها كلها تصب في مصب واحد وهو الولاية. إنما هذا البراءة، نهج البراءة لا تجد أحدا فيه. هذا النهج الرافضي الأصيل الذي هو أصل التشيع وهو قبل التولي، يعني البراءة قبل الولاية، سبحان الله. ولكن الناس غافلون للأسف، يعني عندما تتولى الله جل وعلا تقول أشهد أن لا، في البداية تتبرأ ثم تقول إلا الله ثم تتولى الله. فهذا هذه القناة تعلي هذا الجانب الميت في الحقيقة عند الشيعة في العالم، الذي لا يستطيع أحد التعدي، لأن هذا فيه مصادمة. وسبحان الله، لا تكون المصادمة إلا بإعلاء الزهراء، هي الرمز صلوات الله وسلامه عليها. لذلك تجد يتحاشون عن الزهراء معظم القنوات الشيعية، عندما يذكرونها يذكرون فضائل الزهراء مثلا صلوات الله وسلامه عليها، حجاب الزهراء مثلا صلوات الله وسلامه عليها، لكن مظلومية الزهراء لا أحد يتجرأ على ذلك إلا هذه القناة المباركة لإعلاء صوتها ومظلوميتها. يكون واجبا عليك أن تصطدم اصطدام مباشر بأعداء الله ورسوله الذين بدأوا المنحرفين من الشيعة بتمجيدهم وإعلاء كلمتهم. وأيضا هناك في الدول الشيعية المحسوبة على الشيعة بناء الشوارع والمجسمات لهم لأعداء وقتلة أهل البيت. فالزهراء صلوات الله وسلامه عليها هي فعلا المحور، هي فعلا يبتدئ الدين بها صلوات الله وسلامه عليها، تبتدئ البراءة بها، هي من أعلت أول رافضية في التاريخ الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، هي أول من أعلت الرفض لرموز السقيفة والتولي لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وراجعوا خطوتها الفدكية وتمعنوا فيها لتجدوا مدى التأصيل الذي أصلت له الزهراء صلوات الله وسلامه عليه لهذا المنهج، لهذا الصوت الرافضي الذي بإذن بحول الله وقوته وبإذنه تعالى يهتدي عليه الكثيرون، والكثير الكثير، لأن فيه الحق، فيه صوت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. فمن ذا الذي منكم يعين الزهراء؟ لا يعيننا في الحقيقة، هو يعين الزهراء صلوات الله وسلامه عليه، وهي وسيلتنا وهي غايتنا في الحقيقة، يعني نتشبث نحن بها لننجو يوم القيامة. يعني غالبية الإنسان، حتى الإنسان الموالي الشيعي للأسف، يعني يدلسون عليه عندما يبينون أن الشيعي فقط أن تدمع عينك يعني على الحسين تطفئ نار جهنم وتدخل. لا، هو صحيح هذا الكلام، ولكن كل شيء يا أخواني بشرطه وشروطه. حيث أبو هريرة كان يبكي على الحسين، وهناك محاضرة لسماحة الشيخ الحبيب فيها يبكي بحرقة، يبكي بفعل، لا يبكي بتصنع. كان يخرج خفية من بيته ليحضر مجلسا على أبي عبد الله الحسين فيبكي، يعني لا يبكي هكذا. نعم، فلو علمتم أن كل شيء بشرطه وشروطه لعلمتم أن الوصول للجنة والوصول للرحمة الإلهية، وعلى الأقل النجاة من البرزخ والنجاة من الموت وسكرات الموت وضغطة القبر وهذه العذابات التي لا يستطيع أن يتحملها بشر في الحقيقة. يعني في البرزخ يقال أنه، وكما قالوا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، الجنة علينا، نعم ندخلكم نشفع لكم، ولكن البرزخ عليكم أنتم، فكيف تنجون بهذا؟ كيف ترجون شفاعة الله من هذا وأن ينجيكم منه إلا بالعمل الصالح
الذي ينتشلكم من هذا، لأن الإنسان وبني البشر كله ذنوب لا يكاد أن يخرج من هذه الدائرة، دائرة الذنوب للأسف. سواء أحيانا الإنسان يفعل ذنبا، يغتاب إنسانا، ينم على شخص من غير قصد، هو لا يقصد ولكنه يفعل الذنب، هو غير منتبه غير ملتفت، ولكن لجهله لقلة تفقهه في الدين هو يفعل ذنبا، فيحسب عليه يوم القيامة، يفاجأ به عندما يموت، يكون في القبر يفاجأ بهذا الذنب وإذا به عليه. فكيف تمحو هذه الذنوب؟ أكبر مصداق اليوم لأن يهدي الله بك رجل واحد خير من ما طلعت عليه الشمس. فأنتم لا تستطيعون، لا تملكون مثلا العلم، الحجة القوية، المناظرة أو الوصول للطرف الآخر عن طريق مثلا وسيلة إعلامية أو ما إلى ذلك، فأعينونا نحن نقوم مقامكم، تتبرعون بإذن الله تعالى ليبقى هذا الصوت وتهدون به هؤلاء الخلق. فبإذن الله تعالى عندما يأتيكم الموت يأتي عليكم بسلام، تذهبون للقبر تجدونها حفرة من حفر الجنة كما يعبر عنها، أو روضة من رياض الجنة، لا حفرة من حفر النيران. وكما قيل أن الصوت تضرب صوتا واحد في البرزخ فقط، يعني الله حكم عليك مثلا بضربة صوت من جهنم، تأتي فقط صوت من جهنم، ليست جهنم التي هي المعنية ليوم القيامة، لا، إنما الصوت، هذا الصوت تقض الأرض نصفين، يعني الأرض تقسمها نصفين، شيء لا يتخيله عقل ولا يحتمله بشر. فلتسارعوا في الخيرات يا أخوان، سارعوا في هداية الناس. هذا يعني أنا أقول أو أتوقع أن فيه الخير، كل الخير، يعني الإنسان الذي يساهم في تشييع الناس وفي هدايتهم ورفع مظلومية الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، والأخذ بصوتها عاليا حين قالت قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم، نحن خير مصداق لمقاتلة هؤلاء اليوم في هذا العصر. كيف نقاتلهم؟ هم أموات، إنما نقاتل هذا المنهج، هذا المنهج الباطل الذي أسسوا له من أساس ظلم وجور واضطهاد وتحريف للدين. من هذا الباب نحن نقاتلهم، من فتوى الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. فإن كنتم فعلا رافضة شيعة تشايعون الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وتهتمون لها ولضلعها ولألمها ولخروجها من منزلها، الزهراء لا تخرج من منزلها هكذا صلوات الله وسلامه عليها، يعني لو تقرؤون التاريخ المرات التي خرجت من منزلها لا تتعدى اليد الواحدة، يعني قد لا تتعدى 3 مرات أصلا الزهراء، لا تخرج من منزلها هكذا، إنما اضطرت للخروج لتؤصل لكم هذا المنهج وهذا النهج الرافضي الأصيل، وتكون أول رافضية. فمن ذا الذي يعينها؟ من ذا الذي يأخذ بيد الزهراء صلوات الله وسلامه عليها؟ من ذا الذي تعنيه آلامها وجراحها وألمها وفقدها ويواسيها بهذا الصوت اليوم الرافضي الأصيل الموجود، الذي أنا أعتبره منا من الله سبحانه وتعالى؟ فأين تجد مثل هذا الصوت؟ أين تجد ممن يحمل على عاتقه مظلومية الزهراء، ممن يعلي صوتها؟ لا تجد. فأعينونا، أعانكم الله، وأعينوا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وخذوا بيدها وسددوا لنا تلك الفاتورة التي تقسم ظهورنا وتعطل جميع برامجنا التي تهدي الناس. نعم نعم، وصلتنا الآن من تبرعات من كل من الأخوة، هذا تبرع يقول باسم أولادي، عبد الله 100 ريال، بنت الزهراء 100 ريال، ونسألكم الدعاء
ونسألكم والشيخ الدعاء لهم بقضاء حوائجهم وتيسير أمورهم وعقد لهم راية أبو الفضل عباس. نعم هذه الراية نعقدها لهم باسمهم صلوات الله وسلامه عليهم. إن شاء الله. أنا صرت أدور على العقد قد يمكن تنفك واحدة في كما انفكت في لأحد الأخوة بإذن الله. يتصل هذا إن شاء الله يبشرنا الذي لبيت حاجته إن شاء الله. يقول السلام تبرع عن سعود أبو بندر 100 ريال، ونطلب من الشيخ دعاء له بالشفاء العاجل. سعود أبو بندر لو سجل يمك أخي المخرج وتبعثه وفاعل خير يتبرع بمبلغ 100 يورو. بارك الله بكم جميعا. طبعا أريد أنصح هؤلاء الذين عندهم أصحاب حاجة أو مرضى، أريد أنصحكم أو أقترح عليكم اقتراح من سيرة أهل البيت صلوات الله عليهم. يقول عن محمد بن عمر بن يزيد قال: أخبرت أبا الحسن الرضا عليه السلام أني أصبت بابنين وبقي لي بني صغير، يعني 2 ولده راحوا وبقي له فقط طفل صغير، فقال: تصدق عنه، يعني الطنياب عنه. ثم قال حين حضر قيامي لما تقوم: مر الصبي، يعني أمر الصبي، فليتصدق بيده بالكسرة والقبضة والشيء وإن قل، حتى لو قليل قل لهاك بيدك روح أنطي. في بعض الأحيان يقول أدري ها شون يطي بيد ابني مثلا، إحنا تتبرع أونلاين، قل خلي يكبس هاي كبسة الانتر مثلا، أو مثلا يتبرع عن طريق صراف يقول له شيلها بيدك بويا، ها يطي الابن مثلا. بعض الأحيان كانوا يسوون بويا هاي هدية لك، رجع حتى يقول هاي صدقة تتبرع، ويأخذها مرة له هذا من إيد ابني أنا أخذها وراح تتبرع بيها مثلا، ابني يروح المدرسة وإلى آخره من هذه الأمور. أو مثلا هو يوديه بيده ابنه يقول أبويا قوم شيل بيدك تعال أريدك تتبرع حتى الله يشافيك، الله يعطيك مرادك، بيده خليه يتبرع وينفق في سبيل الله. يقول مر الصبي فليتصدق بيده بالكسرة والقبضة والشيء وإن قل، أي شيء حتى لو قليل كان خليه ينفق في سبيل الله. ليش؟ شو يقول الإمام رضا؟ فإن كل شيء يراد به الله وإن قل بعد أن تصدق النية فيه عظيم. كل شيء الإمام رضا شوف شو يقول، كل شيء يراد به الله وإن قل بعد أن تصدق النية فيه عظيم، يعني في الله هذا عظيم حتى لو قليلة، بس نية صادقة لله عز وجل يا رب أنا أطي هذه النفقة في سبيل الله، أنا أنفق شيء من المال في سبيل الله من أجل هداية الناس إلى نور أهل البيت حتى لو قليل، حتى لو مبلغ بسيط، إذا نية صافية هذا عند الله عظيم. إن الله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال الله عز وجل في محكم كتابه فلاقتحم العقبة، هاي تكملة الحديث، يعني الإمام رضا يقول فلاقتحم العقبة وما أدراك ما عقبة، ما العقبة عفوا، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. علم الله أن كل أحد لا يقدر على فك رقبة فجعل إطعام اليتيم والمسكين مثل ذلك تصدق عنه. فإن شاء الله أخوتنا الكرام يتبرعون وينفقون بيد أولادهم، يعلمون أولادهم أيضا، هذا درس للأولاد. وصلتنا تبرعات من عزيزنا أبو حيدر عد عمر من كاظمية، يقول وصل تبرع حيدر أدهم 10,000 ويطلب دعاء من الشيخ حجية أم سيف 50,000. سلام للكادر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عفوا سلام للشيخ والكادر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتطلب عقد الراية ودعاء من الشيخ. خويا جمال إذا تسمح تعقد الراية للأخت أم سيف الحجية أم سيف. أم سيف بإذن الله تعالى الله يقضي حوائجها بإذن الله تعالى. هذه الراية قد عقدت راية بالفضل العباس الذي لا يخيب أحدا ينخاه أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. أبو أنور الخياط 50,000 دينار، حيدر أسد الأسدي 10,000 دينار، أبو جعفر 10,000 دينار ويطلب عقد الراية إذا تسمح لي. أبو جعفر بإذن الله نعقد له الراية، ونرجو من قمر بني هاشم صلوات الله عليه أن يقضي له حاجته بإذن الله تعالى.
بما له عند الله. نعم. رياض عبد الله 5000 دينار. المعلمة من الكوت 25000 دينار. أبو باقر 25000 دينار. أبو حيدر 25000 دينار. أبو هشام 25000 دينار. ويسلم على سماحة الشيخ ويطلب عقد الراية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. وهذه إلى الأخ، ما اسمه؟ أبو هاشم. أبو هاشم، أبو هاشم والنعم، أبو الهواشم، هذا جدك بعد، جد العباس يصير مو؟ أبو هاشم يعني عمه يصير العباس، يعني جدهم الهاشميين هم بنبي هاشم. العباس شو يصير لهم؟ يصير يعني حفيدة. حفيدة عمه. حفيدة، حفيدة. حفيدة يصير جدهم يعني. إيه نعم نعم. هذا جدك إن شاء الله. جد هاشم يعني. إيه. إيه نعم. وعن منو أبو هاشم وأم سمير 25000 دينار وتطلب دعاء من الشيخ. أبو عمار 25000 دينار. ومحمد التميمي، عفوا بان التميمي 10000 دينار. محمد التميمي 10000 دينار. خادم آل البيت 30000 دينار ويطلب عقد الراية. أخي جمال، خادم آل البيت، ونحن أيضا إن شاء الله نتشرف بخدمتك يا نعم وخدمته، خدمة خدام أهل البيت، نحن نتشرف بخدمتهم. وهذه الراية قد عقدت، راية قمر بني هاشم صلوات الله عليه. نعم. أبو صادق السامرائي 230000 دينار ويسلم على الشيخ والكادر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومحمد صباح 25000 دينار. وأبو صادق 25000 دينار ويطلب الدعاء لأبو منتظر الدراجي. إن شاء الله سهل الله عليهم أمورهم وبارك الله بكم. أخوي جمال، أنا فقط أطلب منك طلب. نعم فقط، أنا أخي عندي أخ في الفيسبوك بدر محمد طلب مني عقد الراية، نرجو عقد الراية بالفضل العباس لحماية السيد المرجع. نعم بإذن الله تعالى. طيب ما دام الراية بيدك، فاعل خير من فرنسا تبرع بمبلغ 150 يورو ويطلب أيضا عقد الراية. أخي يا الله جمال، هذه لفاعل خير، نعقد له راية قمر بني هاشم، عسى الله أن يقضي حوائجه بإذن الله تعالى وببركة قمر بني هاشم. ما شاء الله صارت خبرة عندك بعقد الرايات. نعم ما شوف ما شاء الله بارك الله بيك، صارت الراية ما شاء الله معقودة. ايه كثيرة ان شاء الله في ميزان حسناتك. زين اخويا جمال، اريد اطلب منك طلب، اني اريدك تعقد الراية لكل من تبرع الى هذه اللحظة. إلهي كلهم ان شاء الله، كل من تبرع نعم ويسهل امورهم. هذول اللي ما طلبوا يعني عقد الراية لهم خصيصا، هذه عقد لهم عقده عند اسم ابي الفضل هذا الاسم. وإن شاء الله الله يطيب مرادهم إن شاء الله وتسهل أمورهم ويفرحهم بأسرع وقت ممكن إن شاء الله بإذن الله تعالى. هذه العقدة لهم، كل من تبرعوا إلى هذه اللحظة بقضاء حوائجهم بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى، وإن شاء الله الله يسهل أمورهم ويقضي حوائجهم بالقريب العاجل إن شاء الله. طبعا خل أقول لك في الحديث عن الإمام الصادق يقول ثلاث أمور من أتى بواحدة منهن، واحدة من ذين ثلاث أمور، إذا هذا الإنسان جاب واحدة منهن يوم القيامة يقول أوجب الله له الجنة. الجنة الله يقول أنا واجب علي بأنه أدخلك للجنة. سبحان الله، رب العزة أوجب له الجنة، صير الجنة واجب عليه. الإمام صادق يقول قال ثلاث من أتى الله بواحدة منهن أوجب الله له الجنة. نعم. الأولى يقول الإنفاق من إقتار، واحد يعطي في سبيل الله بس أمور ضعيفة ينفق من إقتار، هذه الأولى تنفق في سبيل الله من إقتار. نعم. الثانية البشر لجميع العالم، على طول شوف إنسان مبتسم بشوش يضحك أخلاقه جيدة ويا الناس، هذا إذا جابها وياه الله يدخله للجنة إن شاء الله. والإنصاف من نفسه، منصف هذا من نفسه، إذا كان محق يقول أنا محق، إن كان مخطئ يعترف بخطئه. الإنصاف من نفسه، يعني شوف أول وحدة ذكرها الإمام الصادق ما هي؟ الإنفاق من إقتار،
واحد اموره حالته الماديه ضعيفه ومع ذلك ينفق في سبيل الله. فبارك الله بكم اخوتنا الكرام، هذه الليله ليله الجمعه، هذه الليله المباركه ان شاء الله الاخوه يتبرعون ينفقون ما شاء الله. احنا دا يتبرعون اخلاص ام علي، نعم تبرعت 50,000 دينار، يقول انا نسيت ابلغك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سوف اتبرع مبلغ 25 يورو، واعتذر لقله المبلغ وذلك لضعف الامكانيات. خويا هذا المبلغ كبير عند الله، انت لا تطلب المعذره من عندي، انت اجرك على الله. نعم. تتبرع ب 1,000 دينار، تتبرع ب 5,000 دينار، تتبرع ب 20 يورو، تتبرع ب 10 يوروات، هذا قليل كثير هذا عند الله، اذا نيتك صادقه هذا كثير عند الله، والله يعطيك ان شاء الله. وان شاء الله تكون ميزان حسناتك ان شاء الله، وكل اخوتنا ايضا ان شاء الله تكون ميزان نيتهم صادقه عند الله عز وجل. يعني أنا أتمنى هذه الـ 14,000 يعني أتعبت نفسيتي، يعني ما تتخيل. إن شاء الله نشوف هاي الـ 25 يورو تنزلها إن شاء الله، يجي واحد يتبرع لنا 2,000 3,000 على الأقل. هذه 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 تكون غنيمة هذه، يعني على الأقل. يقول أرجو عقد رايته بالفضل عباس عليه السلام بنية قضاء حاجتي. إيه عقد له الراية بلا أم عليك. من الأخ؟ إيه هو الـ وحاجة أولادي، ونرجو من سماحة الشيخ الدعاء لنا التبرع على حساب رحمن شروان أختكم أم سامي. أم سامي نعقد لها الراية بإذن الله، لها ولأولادها وقضاء حوائجهم بإذن الله تعالى. هذا يقول أيضا شخص آخر يطلب لنا، يقول خلي أخ عبد الله خلي يعقد الراية أخ جمال، كل من تبرع في هذا الشهر أرجوك، الكل ما تبرع بهذا نعم الشهر نعقد لهم الراية. هذا أبو الفضل عباس كريم. نعقد للراية كل من تبرع بهاي الشهر. احنا عقدنا لذول أهل هذا اليوم، وعقد الثاني لهاليوم وللشهر للشهر إن شاء الله كلهم. هاي خلي يشوفون الوهابية هذا شلون نعقد الراية أبو الفضل عباس، فخر فخر عزة هذا أبو الفضل عباس شلون يقضي حوائجنا. طبعا وصل لتبرع الآن من شخص عزيز علينا نيابة عن شخص أيضا عزيز علينا، تبرع بمبلغ 30 باوند من أخ علي من نيوزيلندا، نيابة عن الشهيد أخونا وصديقنا وعزيزنا أمير الحاج يحيى رحمه الله رحمة الله عليه. إحنا ما دام ذكرناه خلنا نقرأ له فاتحة. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله. وعن أمير حاج يحيى كان شخص جدا عزيز علينا، وكان نعم كل مرة يتصل. والله شوف أذكركم قصة من أمور أخونا أمير الحاج يحيى الله يرحمه ويعلي درجاته. مرة اتصل قال لي أبو ياسر أنا عندي مبلغ أريد أتبرع به، تفضل هذا المبلغ شقد؟ قال لي أعطاني كارت، هو إحنا نأخذ تبرعات أيضا عن طريق الفيزا كارت كنا، فأعطاني رقم الكارت، قال لي أريدك تخصم هذا المبلغ. أنا يعني صراحة ما أعرف كنت هذا الجهاز، فكنت أطيل للمدير حامد نعم الطاهر. فحامد يعني مثلا خلينا نفرض مثلا مبلغ 130 دولار، هو يقول لي لا تخصم 120 دولار. قلت له ليش؟ قال لي لأنه أخاف يصير زيادة ونقيصة مثلا، فإذا نأخذ أكثر أخبي أشكال شرعي، نأخذ أقل. أمير الحاج يحيى اتصل زعلان الله يرحمه، قال لي ليش ما خصمت 130 دولار؟ قلت له مو هيك وش القرارات؟ قال لي أنا مثل ما أقول لك أنت تنفذ، خلي أخذ أكثر مو مشكلة، لا تأخذون أقل. وهذا تبرع أزيد، تبرع على حسب ما أتذكر تبرع أيضا أزيد، قال وخصمها كلها بالدقيق بالملي، مو تخصم أقل دولار نقيصة، أخذ أزيد لا تأخذ أقل، إذا كنت تنفع تطي. نعم أي والله رحم الله رحمة الله عليه. وطبعا كان دائما يدخل يصر في قلبنا في يعني في ميزان حسناته. نعم وافتقدنا صوته كثيرا صوت لأنه كان يعني تقريبا من صوت الفلسطينيين يعني القليل الذي كنا نسمعه. كل مرة كان يتصل معه متشيع أي صحيح، بس يعني هو الصوت المستمر معنا من الفلسطينيين يعني نعم يذكرونا بهذه الأراضي المقدسة أيضا القدس. وهو طبعا
هنيئا له على هذه الموتة يعني التي قد نالها يحسد عليها يحسد عليها يعني مو يحسد يغبط نعم يغبط عليها نعم صحيح ايش قلت اخويا؟ نعم ان شاء الله فيعني هنيئا له ويغبط على هذه الشهادة بأنه يعني ملايين الناس طبعا مو ملايين الناس كل الذين يذهب سيرا على الأقدام إلى زيارة أبا عبد الله الحسين يتمنى هذه الشهادة بأنه ينال بأنه في خطواته في طريق سيره إلى أبا عبد الله الحسين يستشهد في سبيل الله ويقتل فأخونا أمير حاج يحيى كان يذهب سيرا إلى الأقدام لزيارة نعم. مقام أبي عبد الله الحسين في عسقلان واستشهد لم يوفق للشهادة في طريق العراق في طريق كربلاء ولكن وفق للشهادة سبحان الله كأنما الله اختاره يعني هذا الرجل سبحان الله هني هذا الرجل البطل أنا شي يقول لك المخرج شلون يعني شي يقول لك ننهي ولا لا المخرج عنده رسالة زين يقول إذا شوفي أنا بس أبغى أقول له شيء يعني إذا يمد لنا شوية حتى لأن في أكيد واحد راح يلبي نداءنا إن شاء الله يتبرع 2,000-3,000 باوند بإذن الله تعالى في هذا البث حتى شوي برد خاطرنا يعني نعم إلا ما يكون واحد رافضي أصلي الحين تأخذ الحمية علينا إن شاء الله يتبرع على الأقل يعني مو كل المبلغ 3,000 باوند أتمنى يعني أتمنى أن يأتي يعني رافضي يعني ويتبرع نيابة عن هذا الرجل الذي يدخل السرور على قبره في هذه المبارك يعني أمير حاج يحيى كان يتابع محاضرات الشيخ ودائما يجي متشيعين نتمنى يعني اللي حبوه واللي سمعوا صوته واللي كانوا يعني يحبوه جدا هذا الرجل الجليل أتمنى منهم بأنه يتبرعون نيابة عنا مثلا في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة وطبعا هو ليلة الجمعة هذه الليلة يعني كثيرين يذهبون إلى قبور أهلهم وذويهم ويوزعون الحلوى ويوزعون مثلا ثوابات احنا خل نهدي لأخونا أمير حاج يحيى في هذه الليلة احنا هدينا له قراءة سورة الفاتحة بس أريد هدية منكم أخوتي الشيعة في كل مكان في العالم يجي شخص يتبرع مثلا مبلغ ويقول هذه إلى أخونا أمير الحاج يحيى نيابة عنه من أجل إدخال السرور في قبره هذا الرجل مات غريب المسكين طبعا المشكلة يعني حينما أتذكر مأساته هذا حين بعد وفاته يعني أنا قرأت في صف الإنترنت يعني نسبة هذا أيضا بسبب ضعف الإمكانيات إحنا عندنا إمكانيات كان يروح وفد رافض هناك خصيصا لتغسيله وتهيئته ودفنه على الطريقة الشيعية راح ودوه وين إلى مسجد عمر بن الخطاب صلى الله عليه يعني هذه مأساة هذا كان أكثر الناس بغضا لعمر بن الخطاب يروحون يودوه هناك يصلون عليه هذا غير مأساة هذه للأسف طبعا أنا فقط قبل لا تكمل أخي أحد الأخوة أيضا طلب مني وهو علي ولي الله أن أعقد راية لحفظ السيد المرجع وحفظ الشيخ الحبيب وهذه الراية تعقد بإذن الله تعالى يعني أتمنى الأخوة أيضا يتفاعلون أكثر في التبرع بإذن الله تعالى أو على الأقل أن يحثون أخوانهم على التبرع لإبقاء هذا الصوت نحن فعلا في يعني حاجة يعني ما سلينها هذه الفاتورة في هذا اليوم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد أخي وصلنا الآن من مخرج مبلغ 3,000 باوند تبرع من إحدى الأخوات الحمد لله والشكر اللهم صل على محمد وآل محمد بدأ وعجل فرجهم والعن أعداءهم طبعا شوفوا خلي أقول لكم مسألة مبارك لها من الأخت هذه خليني أعقد لها راية بفضل العباس هذا فاعل خير مباركة هذه فاعلة خير أسأل الله كما أدخلت الفرح والسرور على قلوبنا أن يدخل الفرح والسرور على قلبك إلى يوم يبعثون بإذن الله تعالى وهذه لا مو إلى يوم يبعثون إن شاء الله في يوم في من اليوم إلى أن تدخل الجنة إن شاء الله إلى يوم يبعثون يعني يوم الجنة لا يعني مو يبعثونها يوم القيامة يوم القيامة مو سرور هي خلاص بعد تروح إلى الجنة إن شاء الله بإذن الله تعالى طبعا شوف هاي رسالة فرحتني الأخت يعني تستاهل أن أعقد لها هذه من قلبي لأبي فضل العباس صلوات الله وسلامه عليه أن يقضي جميع حوائجها وأن يدخل السرور والفرح عليها بإذن الله إن شاء الله تعالى. تنزل هاي إن شاء الله تسدد هذه الفاتورة هذه يا الله يا الله شوف يعني من يحذو حذو الأخت المباركة الكريمة إن شاء الله فاعلة خير جمال شوف هذه مثلا رسالة من أبو أسد من فلسطين هذا أحد الأخوة الذين تشيعوا
على يد المرحوم المغفور له أمير حاج يحيى. يقول: السلام عليكم جميعا، أنا أخوكم أبو أسد من فلسطين، أرجو من أبو مريم أن يوصل سلامي الحار إلى الشيخ الغالي ياسر الحبيب مني ومن جميع من تشرفوا بمعرفته في فلسطين، كما ونرجو أن تخبرونا كيفية إرسال التبرعات إلى قناة صوت العترة، لأن المرحوم أمير رحمة الله عليه كان يهتم بهذا الأمر، ولكم الأجر والثواب. أمير حاج يحيى طبعا كان متبرعين دائمين، مو بس متبرعين دائمين، يعني من يعني أشد الذين يرجون أنه الناس يتبرعون ينفقون في سبيل الله من أجل استمرارية هذه القناة، كان سرورا في هذه القناة. الله يرحمك يا أمير، يعني افتقدناك وافتقدنا صوتك، يعني إلى رحمة الله يرحمه. الله يرحمه طبعا، هذا أخ عزيز صراحة، الواحد يعني كثر ما يذكره وهذا يحس أنه مكانه خالي في الحقيقة يعني. نعم، هذا يقول: أتبرع مبلغ بسيط لنية الرزق وعقد راية سيدي ومولاي أبو الفضل عباس 10 يورو من علي الله عزيز. الله يرزقك بإذن الله تعالى، وإن شاء الله تكون في ميزان حسناتك. وهذا مو مبلغ بسيط، هذا مبلغ بإذن الله عند الزهراء عظيم، لأنك آليت على نفسك إلا أن تنصر صوتها، وهذه راية أبو الفضل العباس نعقدها. الله يرزقك إن شاء الله من فضله الواسع، وأيضا تقضى حاجتك. شوف أخوي جمال، هذا أحد الأخوة كتب لنا من الكويت، يكتب الأخونا عبد الله، يقول: أخوي عبد الله، أخوي عبد الله، آخر فلوسي حق هذا الشهر ويشهد الله 20 دينار كويتي، ما عنده غيرهن، أبي أتبرع فيهم وسلمهم باكر بإذن الله، وعندي حاجة أتمنى تعقدوا لي راية الفضل عباس، ما عنده غير مبلغ 20 دينار كويتي. شوف هذا العمل، هذا الفعل الآن من الأخ، زين هو ذاكر اسم الأخ أو فاعل خير؟ اسمه سيد حسين. سيد حسين، إيه؟ هذا الفعل من سيد حسين صدقني هو جدا عظيم وكبير. ليش؟ لأنه آثر، هذا في إيثار. إيه نعم نعم، هذا في إيثار، آخر ما مبلغ ما يمتلكه بعد انتهى، بعد انتهى الرجل. هذا في إيثار، وأنا متأكد يعني بحق الزهراء صلوات الله وسلامه عليه، وبحق هذا المكان المبارك، وبحق هذه الراية المباركة، أنا متأكد بأن الله سوف يعوض عليه 100% هذا المبلغ. إيه؟ في الدنيا قبل الآخرة. زين، لأن في إيثار، آثر على نفسه، وسبحان الله هذه عقدة أيضا انفكت في يدي الآن. اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، هذه عقدة أخرى انفكت في يدي، وهذه مكان العقدة التي انفكت أعقد للسيد. هو السيد طبعا يقول يقول: أتمنى تعقدوا لي راية أبو الفضل عباس لشفاء ابني. سبحان الله، ودفع ضرر عنه. الله يشافيه ويعافيه إن شاء الله. أنا سيدنا، أنا أقول للسيد، أقول لسيدنا: هاي الفلوس أريدك توديها بيد ابنك، هو هذا المريض، تعطيها بيد ابنك هو يوديها بيده. نعم نعم، وإن شاء الله الله يشافيه. وهذه إن شاء الله هذه الراية عقدناها إن شاء الله لشفاء السيد والأخوان المؤمنين إن شاء الله اللي يسمعوننا بإذن الله تعالى، وخصوصا في العتبات المقدسة، ما يتواجدون عند العتبات المقدسة، أن يدعوا لابن هذا السيد، هذا السيد الصغير ابن رسول الله، أن يدعو له بالشفاء العاجل بإذن الله تعالى. وهذا قمر بني هاشم بإذن الله تعالى يقضي هذه الحاجة. اي نعم نعم، وطبعا عندنا ذكريات كثيرة مع أخونا أمير حاج يحيى رحمة الله عليه. كان حينما يتصل كان كنت احنا نقول أخونا أمير الحاج، يقول: لا، قولوا أمير الحاج يحيى، أنا أمير الحاج يحيى مو أمير الحاج بس. وكان يتصل دائما، وكان يعني من أكثر المناصرين لهذا النهج، والذين يعني دائما يتصلون ودائما يشاركون ودائما يتابعون القناة، وما عنده غير بس القناة، ما عنده غير بس قناتين فدك وصوت العترة ومتابع. يعني هذا كان أصلا يتمنى بأنه يكون في هذا المكان المبارك إن شاء الله. الله يرحمه إن شاء الله. ربما ذكرناه في هذه الليلة المباركة، لربما ليلة الجمعة في هذا المكان ممكن تجده الآن، روحه تجوب هذا المكان، لأنه كان يتوق إلى أن يأتي إلى هنا. فالله سبحانه وتعالى بلا شك بإذن الله تعالى أن روحه تأتي إلى هذا المكان. وهذه الأخت أم عصام من فرنسا طلبت عقد الراية، والأخ المخرج خبرني أم عصام بإذن الله تعالى هذه نعقد لك راية أبو الفضل العباس. طبعا أقول لك مسألة أخويا جمال، نعم، بأن هؤلاء الذين يستشهدون على هذا الطريق، طريق ولاة أهل البيت صلوات الله عليهم، وطريق ظهار البراءة، هؤلاء يكون لشهادتهم أثر. نعم، ربما ما يبين بهالأيام هذه، ولكن بعد ذلك يبين. مثلا
الشهيد السعيد حسن شحاتة حينما قتل في مصر بهذه الصورة البشعة، هل تعلم بأنه سبب وحدة من أهم أسباب انتشار تشيع وبشدة في مصر هو استشهاد الشهيد حسن شحاتة؟ يعني في حياتي كان خيرا وفي مماتي كان خيرا أكثر، سبحان الله، سبحان هذا الله. الرجل يعني في حياتي كان يهدي الناس إلى التشيع، وبعد وفاته صار أيضا سببا لتشيع الناس، هذا شنو من إنسان جبار. أيضا أخونا أمير الحاج يحيى كان في حياته أيضا يشيع الناس ويدخلهم في نور أهل البيت صلوات الله عليهم في فلسطين، الآن بعد وفاته إن شاء الله سوف يتصل بنا الفلسطينيون ويتشيعون بسبب أخونا أمير الحاج يحيى. أدنى الأخت التي تبرعت بمبلغ 3000 باوند تقول أحتاج دعوة واحدة فقط أنه أتمكن بمن من الله أن أتحمل ولو مرة واحدة قسط القناة كاملا، هذه الدعوة التي أنا بحاجة لها. سبحان الله، سبحان الله، يعني شو إنسان. طبعا خليني أقول لك مسألة، شو تفكير يعني من يفكر هذا يعني صحيح. في الحقيقة لا لا أفكروا فيها وسووها يعني. سووها فعلا، سووها القليل جدا يعني إذا صارت يمكن مرة مرت. سبحان الله. أنا أتذكر كان عندنا دكاترة من نيوزلندا، هو وزوجته يعملون دكاترة، كانوا يدفعون الفاتورة يعني كان باقي مثلا أذكر في رمضان العام الماضي الذي قبله مرة دفعوا مبلغ 30,000 باوند الصور، مبلغ ضخم يعني، ومرة سددوا الصور الفاتورة كلها بكاملها يعني، وكانوا يتمنون بأنه الفاتورة تصير عليهم بعد خلاص احتكار يعني. ما شاء الله ما شاء الله. وإن شاء الله الأخت الله يرزقها من المال الحلال الواسع، بحيث لا مو بس تسدد الفاتورة إن شاء الله، بحيث أصلا هي تبني لنا المسجد إن شاء الله ويرزقها المال الحلال الواسع. 50 دينار كويتي من محمد آل قنيبر، بارك الله بيكم، إن شاء الله في ميزان حسناتكم، يلا إن شاء الله تنزل جول 10,000. أنا عندي بهمين تبرع من الأخ مبدر محمد، يقول أتبرع ب5 باوند بثواب روح الأخ الشهيد أمير الحاج يحيى رحمة الله عليه، وأعتذر قلة التبرع، لكن اليد قصير والعين بصيرة، هذا إن شاء الله كثير عند الله، ولكن لا أعلم أنت أخي شلون راح توصل تبرعك يعني أخي. يقول لك نية المرء خير من عمله. نعم، كيف راح يوصل تبرع؟ أرجوني يكتب لي إن شاء الله شلون راح يوصل تبرع 5 باوند بإذن الله تعالى. عندنا مبلغ $100 من الأخ حيدر من لندن، بارك الله بيك وإن شاء الله في ميزان حسناتك. أخواتنا نريد ننزل هذا المبلغ، بارك الله بيكم، يعني ما دام صار ذكر أناس طيبين وذكر أناس عزيزين على قلوبنا، فلنختم هذه الليلة يعني بتزيد الفاتورة، بارك الله بيكم. يا ريت يا ريت والله يا ريت. شوفوا طبعا هاي تلتم، هي مبلغ بسيط منا، مبلغ كبير منا، مبلغ صغير منا، وأكثرهم يعني من المبالغ البسيطة، هذا يتبرع ب5 باوند، ذاك يتبرع ب5000 دينار، هذا يتبرع ب20 يورو، هذا يتبرع 20 دينار كويتي، وتلتم هذه تصير مبالغ يعني إن شاء الله، ومبالغ هائلة إن شاء الله تصير، وتسدد هذه الفاتورة كلها في ميزان حسناتكم فردا فردا إخوتي الكرام، كلها في ميزان حسناتكم. هذا الذكر الطيب حينما يستمر، هذا ذكر أهل البيت، وطبعا يعني أكثر شيء أخشاه هو عدم هذا إذا ما يتشيعون الناس. أيه طبعا. هذا الأخ الذي تبرع ب5 باوند يقول أنه راح يتبرع عن طريق الرصيد اللي هو 10,000 دينار عراقي. ها بارك بإذن الله، الله تعالى. أحسنت أخي وبارك الله فيك، وأشكر لك هذا التفاعل أخي العزيز. طبعا هي هذه هدية طبعا تقدم، هذه هاي باسم أمير الحاج يحيى طبعا. اي نعم، بارك الله بكم. نعم. بارك الله بكم باسم أمير الحاج يحيى، والله بارك الله بكم، هذه هدية تقدم منكم يعني، فليس فقط للأمير الحاج يحيى، هذه هدية قدمتها له رحمة الله عليه، وأيضا قد تقدموها لمن يتشيع الآن، يعني هذا اللي يتصل الآن ويسمع ويتدبر ويتفكر، هذا يتشيع، هذا أيضا قدمتوا له هدية بس بصورة غير مباشرة، هذه أكثر هدية، هاي قيمتها أكثر من الأموال يعني. تعال أقول لك يعني بس مسألة واحدة بسيطة أريد أطرحها للسادة المشاهدين الكرام، بأنه هذا الإنسان يتشيع أي شيء أفضل إليه، بأن تعطيه مثلا ملايين الدنيا، ملايين الدنيا وتخليه يعيش مثلا مرتاح طول حياته وعنده فلوس، أو مثلا تهديه للتشيع، بالتأكيد الهداية للتشيع، لأنه في يوم القيامة هذه الملايين أصلا ما تنفع أصلا، لو يأتي بجبال ذهب وفضة ويعطيها كي ينجو من النار أبدا. نعم. انتهى. أولا إحنا نسينا ندعو لهذه الأخت التي نعم. طلبت الدعاء،
نعم يعني طبعا من يسمعنا من يسمعنا الأخوة نعم. المؤمنين في العتبات المقدسة، هذه أخت أمنيتها أن تستطيع أن تتكفل بفاتورة قناتي فدك وصوت العترة عليهم السلام. فنحن ندعو من جانبنا أنه بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن يعطي الأخت بقدر نيتها ما تطلب. ومن الأخوة نطلب في العتبات المقدسة والأخوة المؤمنين أن يدعون لها بما أرادت هذه الأخت أن تستطيع أن تتكفل بهذه الفاتورة. ونحب أن يكون هناك من الأخوة من هم على نفس هذه الروحية الذين هم يعني أنا أعرف منطلق هذه الأخت، منطلقها ماذا؟ منطلق هذه الأخت هي نصرة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. هي تعلم يقينا عندها أن هذا الصوت هو صوت نصرة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وإنها هذا المبلغ الذي تنفق وقد أنفقت من ذي قبل وتنفق الآن وتحاول أن تنفق مستقبلا وأن تتكفل بكامل هذا المبلغ، هو ذاهب ليد الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لرفع مظلوميتها للأخذ بيدها. وأنا أعلم أن هذه الأخت لذلك أصبح يعني ما تطلبه من الدنيا. يعني ذكرتني بمحاضرة لسماحة الشيخ الحبيب قد سمعتها، محاضرة على المنبر، ذكرتني بفعل شاب. القصة يعني باختصار أقولها، قوم ذاهبين كانوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، زين، أشراف هذا القوم قد ذهبوا لرسول الله وتركوا غلاما لهم على راحلتهم، يعني أي جمالهم أو خيولهم وأمتعتهم تركوه. فعندما ذهبوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رسول الله سأل عن هذا الشاب، هو طبعا لا يعرفه، ولكن رسول الله يعلم بعلم من الله، فسألهم عن من تخلفون على راحلتكم، فقالوا له شابا، قالوا ابعثوه ليقضي يعني هم ذهبوا لقضاء حوائجهم، لطلب حوائجهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلبوا منه أن يعينهم بالأموال وما إلى ذلك، فأعانهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلبوا منه الأموال وهم سادات قومهم. فقال رسول الله ابعثوا لي هذا الغلام لكي أقضي حاجته كما قضيت حاجتكم. فذهبوا لهذا الغلام، فذهب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطلب منه رسول الله أن يطلب حاجته، وما كانت حاجته. شيء عجيب، يعني هذا الولد الغلام كانت حاجته أن يكون هناك غنى في قلبي، على حسب ما أذكر يعني من محاضرة الشيخ، أن يكون هناك غنى في قلبه عن الدنيا، يعني أن يكون زاهدا لا يحتاج للأموال، ويستغني قلبه ودينه ويستغني في قلبه بدينه عن الدنيا، أن يكون في سلامة من دينه عن الدنيا والأموال. ومع ذلك قد أعطاه رسول الله مبلغ من المال وقال هذا نصيبك، على الرغم أنه لم يطلبه، ولكن طلب لآخرته، طلب لدينه، طلب لتثبيت هذا الشيء في قلبه لأن يبقى. وحدث عن هذا الغلام فيما بعد أنه إلى أن مات بقي سخيا معطاءا، الأموال تأتيه من كل حدب وصوب وهو لا يلتفت لها ويتبرع بها ولوجه الله تعالى، وهو تقيا ورعا بقي في غنى عن الأموال وبغنى بدينه، وكان غنيا بدينه كما دعا له رسول، طلب الدعاء طبعا من رسول الله أن يدعو له بذلك. وهذه الأخت ذكرتني بهذا الموقف، عسى الله أن يكون مثلها مثل هذا الغلام، مثل هذا الشاب التي أفرحتنا هذه الأخت في الحقيقة ورفعت هذه الغمة عن قلوبنا. أتمنى من الأخوة المباركين المؤمنين أن يحذوا حذوها، أن يفعلوا ما فعلت هذه الأخت،
أن تعطي ما عندها وأيضا تطلب الدعاء لأن تستطيع أن تتكفل بهذه التكاليف شهريا التي تكون فاتورة على قناتي فدك وصوت العترة عليهم السلام. فأتمنى من الأخوة أن يكونون بهذه الروحية هذه الروحية هذه المصداقية. هم الأخوة نعم. كلهم بهذه الروحية، يعني حتى هذا يتبرع بمبلغ 20 دينار أيضا هذا ما عنده غير نفس المبلغ طبعاً. هذا أيضا بنفس الروحية، هذا لو كان عنده مثلا 1000 دينار أو 2000 دينار أو مليون دينار صحيح. كان أيضا يعطيهن في سبيل الله عز طبعاً. وجل طبعاً. وكل الأخوة المشاهدين أنا أدعو من الله عز وجل أن يكون كل الأخوة أن يرزقهم الله برزقه الواسع ويكونوا أيضا متبرعين ومنفقين في سبيل الله، تفتح المؤسسات والمساجد والحسينيات في كل أصقاع الأرض إن شاء الله بفضل الله عز وجل. أنا وصلت لي تبرعات أخوي إذا أسمح لي أقراهن. تبرع 20 دينار لمولاتي الزهراء سلام الله عليها صلوات الله وسلامه عليها. نعم هذه كاتب الأخ عبد الله. من الدولار من هذا الأخ ما ذاكر اسمه. أنا أقول شوف لهذا الأخ فقط أستوقفك أخي، يعني أنا يعني مش أقول لك يحركني من داخل يهزني من داخل الأخ الذي يستشعر أن هذا الصوت صوت الزهرة عليها السلام، يعني يقينا عنده، فعندما تبرع بمبلغ كم 20 دينار نعم. كويتي بحريني هذا الأخ صور دينار كويتي نعم للزهرة عليها السلام. فهذا الأخ من الكويت زين، أنا أعقد له راية أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه زين، وأسأل الله أن يبارك في ماله وأن ينال شفاعة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها التي استقبلت هذا بإذن الله، هذا التبرع منه هي بيدها استقبلت هذا التبرع، وبإذن الله تكون وبالتأكيد حديث يعني تكون شافعة له يوم القيامة، ولا يكون عليه منذ يعني موته يعني حضور الموت عنده الله يطيل في عمره طبعا، ولكن منذ حضور الموت عنده تكون سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء واقفة على رأسه تنجده من كل مكروه. طبعا هو بالتأكيد خوي هذا كلامك مضبوط بأنه هاي تصل ليد الزهراء، لأنه الله عز وجل في محكمة الله يقول في يعني في الحديث التي ورويت عنها البيت يقول بأنه هذه الأموال التي تتصدقون بها ما مضمونه حديث القدسي يقول بأنها تصل ليدي قبل أن تصل ليد السائل، يعني توضع بيد الله عز وجل وكأنما يطيها بيد الله عز وجل قبل أن يعطيها بيد السائل، الله يستقبلها ويأخذها منه قبل ما تصل ليد السائل ويطي ثوابها. الله أكرم الأكرمين، عندنا 100 دولار من فاعل خير من الديوانية ويطلب عقد الراية، ممكن تعقد له الراية؟ نعم 100 دولار هذه الراية نعقدها، وهذه توصل منه؟ عن طريق أبو رضا البصري إن شاء الله بإذن الله تعالى. هذه الراية قد عقدت له وهي راية بالفضل العباس قاضي الحوائج باب الحوائج بالفضل العباس. عندنا 50 دينار بحراني من محمد عباس ويطلب عقد الراية لوالدته المريضة شفى الله شفاها الله وعافاها إن شاء الله كل المسلمين وكل هذه الراية هذه الأمة شفاء والدة الأخ عباس محمد عباس نعم. من البحرين شفاء والدته بإذن الله تعالى ببركة أبي الفضل العباس قبري بني الله. هاشم اللهم شافيك جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات الشيعة يا الله. زهراء الطايع 20 باون وعلي خان 20 يورو، بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. أخي المخرج ما أدري عندنا وقت بعد لو لا إيه ده صار تفاعل خليه يعطينا طيب شوية طيب أخي المخرج لها. المخرج يقول احنا بعد دقيقتين نختم لأنه بعدين عندنا برنامج الشيخ عباس غاي نعم. بس خلينا نشوف هنا ظاهر في أم نور تطلب عقد الراية، خلينا نعقد لها الراية قبل أم نور نعقد لها الراية قبل أن نختم. أشوف إذا في عندي أحد أيضا إن شاء الله تقضى جميع حوائجكم، ونأكد على الأخوة طبعا احنا ورا ما نسد هذا البث المباشر للتبرعات، يعني خلوا تبرعاتكم مستمرة، يعني احنا موجودين إن شاء الله في الكنترول نستقبل تبرعاتكم أخواني، ونكون إن شاء الله من الناس اللي نستقبل تبرعاتكم بإذن الله تعالى، وإن شاء الله
تخلصون هذه الفاتورة في هذا اليوم في هذه الليلة، هذه 10,000 الباقية بإذن الله تعالى. نعم نعم. الكلمة الأخيرة لك أخوي حتى نختم برنامج، يعني ما بقي غير دقيقتين. نعم يعني أنا أتمنى على الأخوة أقول إن إحنا ترى ما زلنا بنكون موجودين في غرفة الكنترول، ننتظر مكالماتكم، ننتظر تبرعاتكم، حتى ورا ما نسد يعني البرنامج نخلص هذا البرنامج إلا أن إحنا ترى باقين في غرفة الكنترول ننتظر هذه التبرعات، لأن هذه الفاتورة جدا أرهقتنا هذا الشهر، ونتمنى نخلص هذه 10,000 الليلة حتى بق يعني باكر إن شاء الله نروح نسدد الفواتير اللي علينا ونخلص جميع المستلزمات والمستحقات، لأن هذه الدولة في الحقيقة القانون عندها يعني قانونيا تمشي أمور قانونية صعبة، وكل تأخير تترتب عليه أمور قانونية جديدة، فإحنا ما نريد تترتب علينا أمور أكثر من هذا أو ضرائب أكثر أو زيادة يكون علينا في الفاتورة ثم فوائد الفوائد ثم نضطر أن إحنا نزيد يعني على الفاتورة الشهرية أو اللي نطالب فيها من الأخوة المحسنين المتبرعين. فنتمنى يعني واعلموا أن إحنا ترى أقل يعني كل اللي نطلبه نحطه في الشهر هذا الاخ يعني اللي يسد الرمق يعني حدا بحد يعني نخليه حتى ما نثقل الكاهل الاخوه المؤمنين، لان احنا نعرف الاخوه المؤمنين المتبرعين المنتظمين بالذات من بدايه انطلاقه هذه القناه باقين ما زالوا يتبرعون، وهذا ما نحب نثقل كاهلهم، والحمد لله نجد اخوه جدد، ولكن الأخوة الذين هم متبرعين يبقون بإذن الله تعالى. نتمنى أن هذه الفاتورة تخلص من الأخوة اللي ما تبرعوا لهذا الصوت، للزهراء صلوات الله وسلامه عليها، شوية يشيلون الحمل عن أخوانهم اللي دائما يتبرعون يمدون إيدهم في هذا الصرح والنهج المبارك وإعلاء مظلومية الزهراء وصوتها صلوات الله وسلامه عليها بإذن الله تعالى، يساعدون الأخوة يا الله. نعم يا الله. وصلنا تبرع 10 يورو من محمد الوافي نيابة عن المرحوم أمير الحاج يحيى رحمه الله رحمة الله. أخي الأخ محمد الوافي عقد الراية، أخويا إذا يمكن تعقد للراية. نعم أعقد للراية بإذن الله تعالى، وأيضا عقد الراية نيابة عن الفضل العباس أهل قنيبر، عقد الراية للأخ مرتين، مرة لمحمد الوافي هذه. نعم, نعم. ومرة إلى الأخ آل قنيبر، والأخ آل قنيبر هذا متشيع ما هذا صراحة. المتشيع الأسبوع اللي فات وزهراء من ألمانيا أيضا تطلب عقد الراية، الأخ المتشيع الأسبوع اللي فات ظهر، والأخت زهراء نعم من ألمانيا نعم. تطلب عقد الراية، هذه عقد الراية أبي الفضل العباس قمر بني هاشم باب الحوائج اللي لا يخيب ولا يرد أحدا خائبا بإذن الله تعالى إن شاء الله. نعم أنا طبعا وصلنا إلى نحن وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج، بس ماكو تبرعات أخي للأسف، يعني أنت من مخرج سأل المخرج مني قبل لا نسكر ما ننزل تحت 10,000 إيه ما في واحد يدفع 1,000 باوند قبل لا نسكر البرنامج. إن شاء الله إن شاء الله يتصلون، إحنا موجودين إخوتنا الكرام، والتليفونات هذه شغالة 24 ساعة، ذني التليفونات الواتساب والفايبر والتليفونات الموجودة لو تظهرنا أخي المخرج، غير تليفونات المكتب، التليفونات مشغلة 24 ساعة، ذن معظم الأوقات موجودة عن تليفونات المكتب، بإمكانكم تتصلون بينا، وإذا ما حصلتونا عودوا الاتصال أو ارسلوا على هذه الأرقام اللي فوق مكتوبة، هذا رقم 47، ذن كلنا أرقام موبايل، ذن مو أخي المخرج، ذن أرقام موبايلات، فإخوتنا بإمكان إرسال رسالة مسج أو فايبر أو واتساب، بإمكان إرسال رسالة على هذه الأرقام وسوف يجاوبكم الأخوة هناك. طبعا أنا أختم البرنامج بهذا، بس قبل لا يختم المخرج رجاء حط على الشاشة كيف يتبرعون بالرصيد، بالرصيد أحد الأخوة طالب من عندي شلون يتبرعون بالرصيد اللي هو من العراق، هو ذول يريدون يتبرعون بالرصيد خلي يتصلون بوكالانا هم يعلمون إن شاء الله، حط لهم الرقم أرقام وكلاءنا حتى يتصلون عليهم يعلمونهم شلون يتبرعون بالرصيد. أخوي أخ محمد أنا أو مبدر محمد
تتصل على وكلائنا إن شاء الله يعلمونك شلون تتبرع بالرصيد في العراق. نعم. طيب يقول الحديث عن معاذ بن مسلم بياع الهروي قال: كنت عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام فذكروا الوجع على الأمراض، فقال الإمام الصادق: داووا مرضاكم بالصدقة. مو تودي الدكتور ولا طبيب، داووا مرضاكم بالصدقة. وما على أحدكم أن يتصدق بقوت يومه. يعني إيش راح يصير ذا واحد يطيع؟ يعني اليوم أنا ما أكل، يوم أصوم وأطي صدقة، أنفق في سبيل الله هذا المال. ويستكمل الحديث يقول الإمام الصادق: إن ملك الموت يدفع إليه الصك بقبض روح العبد. ملك الموت يوصل توصل له ورقة صك، هذه الورقة هذا بها روح فلان تقبض روح اليوم يلا، فيتصدق هذا العبد، يروح يتصدق فيقال له يعني من قبل رب العزة: رد عليه الصك، رجع الصك، ما يريد هذا اليوم، لا يقبض روح هذا، مدد في عمره. تخيل، فتصدقوا من أجل مداواة مرضاكم ومن أجل إطالة أعماركم. ويقول الله عز وجل في محكم كتابه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وإن شاء الله تكونوا أنتم من الذين تجاهدون بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل لقاء بكم إن شاء الله بالقريب العاجل في برامج أخرى غير برامج تبرعات بعد تسديد هذه الفاتورة في حلقات مقبلة إن شاء الله. أستودعكم الله من هنا يا سادة المشاهدين الكرام من مسجد المحسن الشهيد في أرض فدك الصغرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.